اختفت زي ما قلت لحضرتك بالظبط. الحفله خلصت على حوالي الساعه 12 بعد نص الليل، وبعد كده هم طلعوا اوضهم. يعني كانت دخلته؟ دخلت ايه وهباب ايه؟ دي بقى لها اكتر من سنه مرميه عنده في البيت، اكيد هي اللي قتلتها. اهدي يا مدام لو سمحتي. استاذ عبد الحميد. فندم. انت سبت الحفله مع الضيوف ومشيت مش كده؟ مظبوط يا فندم. المرحوم امبارح كانت حالته ايه؟ يعني كان متوتر، متضايق، جاله مكالمه تليفون ازعجته؟ خالص يا فندم، بالعكس تماما، دي كانت ليله لطيفه جدا، وزي ما قلت لحضرتك معالي الوزير شفيق الجمل كان موجود معانا وشهد على عقد الجواز. بس هو في حاجه لازم حضرتك تعرفها، مراد بيه امبارح الصبح اتنازل عن شركته ال داليا هانا. يا بصيبتي السودا، الحقيني بقى يا فردوس، اكيد هي اللي قتلته بعد ما اتجوزها عشان تاخد كل حاجه. مش معقول يا هانم اللي حضرتك بتقوليه ده. انت تخرس خالص، ما اسمعش صوتك، انت كنت عارف كل حاجه بينهم، امال هي هربت ليه؟ سابت الفيلا ليه؟ حضرتك انا لما طلعت لهم امبارح عشان اقول لهم ان مدام ليلى تحت، هي ساعتها كانت لابسه بورنوس، انا مش عارفه هي غيرت هدومها امتى ولا طلعت حتى من انهي حته. انا خلصت من حد ايه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ ما اعتقدش ان في شبهه جنائيه، ازمه قلبيه حاده. ده اللي واضح من خلال الكشف المبدئي والمعاينه للجثه، والتقرير المفصل هيبقى بعد التشريح. شكرا يا دكتور. بعد اذن حضرتك. حبيبي يا مستر مراد. بسرعه شويه يا ابني. يا حبيبي يا مراد. يا حبيبي يا مراد. قتلتك المجرمه يا مراد. قتلتك المجرمه. شفتي اختها؟ قتلته. يا حبيبي يا ابويا. بسرعه يا ابني انت وهو. الموضوع ده في ايه؟ ايوه طبعا يا مرة. معقول مستر مراد يموت في نفس اليوم اللي اتنازل لها عن الشركه وكمان يتجوزها؟ انا مش مصدقه. مفيش حل تاني غير كده. مستر مختار بقى لله يا فندم. نعم. شد حيلك يا مختار. شكرا. استاذ عبد الحميد عايزك دقيقه بعد اذنك. خلص كده. شد حيلك يا مختار. الله يرحمك يا مربي. الله يرحمه. مختار انا نويت اوقف نشاط الشركة. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ المرحوم اتنازل عن الشركة بيع وشراء داليا. وهو مات وهي اختفت. ما هو أنا كنت جاي علشان أسألك في الشكل القانوني بتاع الموضوع ده. عاوز تعرف ايه؟ هي دلوقتي الشركة خلاص بقت بشكل رسمي بتاع داليا. طبعا. والعقود اتسجلت امبارح. بس المشكله ان ليلى اخت مراد اتهمتها بقتله. ومحدش عارف هي فين دلوقتي. يعني لو مراد طلع مات موته طبيعيه يبقى الشركه لسه بتاعت داليا. شوف يا مختار، هو الموضوع اللي حصل ده رغم انه عجيب وغريب ومحدش ينفع يصدقه، لانه قانوني 100%. بالفعل داليا دلوقتي هي الصاحبة الرسمية للشركة. أقول لك حاجة كمان، أنت عارف إن داليا من حقها إنها تورث في باقي ثروة مراد؟ إنها أرملته. تصور، من يوم وليلة، من يوم وليلة الست دي بقت مالتي مليونيرة. شاكر جدا يا أستاذ عبد الحميد.
واقف تعيط دلوقتي قدام صورته. انا عمري ما هسامحك يا هاني انك سبته يعمل كده فيه وفيني. حميلي بقى عمتي من فضلك سيبيني في حالي. يعني اللي كنت منعته انه يعرف البني ادمه الحقيره دي ما كانتش ضحكت عليه وكتب لها الشرك وقتلته وهربت. احنا ولاد الجرح يحصل فينا كده. كلامك متناقض جدا. هتقتله ليه؟ جوزته لا الشركة ليه تقتله؟ ليه؟ أيوة سامح. لا مفيش جديد. معرفش هنستنى بقى نتيجة التشريح. لا البنت ما زادتش. معرفش يا سامح معرفش. أنت هتيجي إمتى؟ طيب طيب يا سامح ماشي مع السلامة. أخوك جاي إمتى؟ لسه هيشوف أول تيكت هيلحقها هيجي فيها. هو الوحيد اللي يقدر يخلصنا من البلوة دي. هيعمل إيه يعني؟ هيعمل أي حاجة حافظ بيها على فلوسكم اللي المجرمة دي قتلت مرات عشان تاخدها. قال يعمل إيه قال؟ اللي حصل ده مفيش حد يصدقه. مراد عمل تنازل عشان ترشيحه للوزارة سوري يعني. أنا لما عبد الحميد قال لي إن التنازل اتعمل والشركة خلاص ملكيتها اتنقلت قلنا لازم نتأكد من الشهر العقاري إن العقود اتسجلت هناك. وبعد ما اتأكدنا يعني اللي هيفرق؟ الله يرحمك يا مراد كان أحلى إنسان عليا في الدنيا. عارفة يا داليا مراد كان بيحبك أوي. عارفة والله جنان. حد كان يصدق إن أنتي اللي أنا قابلتها من سنة؟ قصدك إيه؟ قصدي مين كان عارف إن أنتي ما بين يوم وليلة هتبقي من أغنى أغنياء البلد؟ لا أغنى أغنياء ولا حاجة. أنا عايز أرجع الشركة دي لولاده. لا 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 القرار ده ما يتاخدش اصلا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انت مش كنت مراته والراجل مات وانت على ذمته؟ من حقك تورثيه. لا انا الفلوس ما تهمنيش يا داليا. لو سمحت لو سمحت قرار زي ده تفكري فيه كويس قوي قبل ما تاخديه. طيب مبدئيا كده احنا لازم نطعن بالتزوير على العقد ده. يا سامح بيه يا سامح بيه انا كنت شاهد على توقيع العقود وبيع الشركه لداليا والمرحوم والدك كان مصمم ان التسجيل يتم في نفس اليوم وبما ان الطب الشرعي اثبت ان الوفاه طبيعيه خلاص اصبحت الشركه من حقها. بس الطب الشرعي قال انه خد منشط جنسي يعني هي السبب. ده قانونا ملوش اي معنى. بابا مات وداليا على ذمته. قصدك ايه انت راخر؟ ما اقصدش حاجه بس ده اللي حصل. داليا دلوقتي ممكن بمحامي صغير تعرف تثبت بسهوله جدا ان الشركه ملكها زي ما الاستاذ حميد قال العقود اتسجلت. شركه ايه دي اللي ملكها؟ انا مش عايز اسمع حد بيقول الكلام ده خالص. ما تتكلم يا عبد الحميد، ايه الحل؟ يا جماعه يا جماعه انتوا ناسيين ان داليا بعد الوفاه اختفت. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انتوا مفيش قدامكم غير انكم تنتظروا لما تظهر وبعدين تتفاوضوا معاها. مش هيحصل. اللي اسمها داليا دي مش هتاخد جنيه واحد من فلوسنا. يا سامح بيه داليا متاكده وعارفه كويس ان الشركه مكتوبه باسمها صوريا يعني ممكن جدا بعد ما تظهر تتنزل لكم عنها. هو انت مجنون يا عبد الحميد؟ انت عايز واحده جربوعه جايه من الشارع لا لها اصل ولا فصل تتنزل عن ثروه نزلت لها كده من السما عشان خاطر عيوننا؟ مفيش حل غير ان احنا نقابلها ونتفاوض معاها. لما تظهر بقى. بقالي كتير ما اكلتش كده. انا وشك. ميرسي. على فين يا بنتي كملي اكل. حبيبتي ميرسي قوي على العشاء. تسلمي. صحة وعافية. هات هات عنك يا حبيبي. اتفضلي. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. معلش يا ابو سالم بقى. بقالنا كام يوم متقلين عليك ومبيتينك بره البيت. لا يا سيدي. دفتك على راسنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال فيما معناه
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ربنا يبارك فيك يا ابني. حبيبي يا رسول الله. طب انت ليه مش عايز تيجي تقعد معايا في شقتي؟ لا يا عم شكرا، ربنا انعم عليا من فضله بالاخوة والاحباب الكتير. والله انا ما عارفة اقول لكم ايه، انتوا كرمكم ملوش وصف. ست العفو. ماشي يا امي، انا همشي وان شاء الله اشوفك بكرة على العشاء. خلاص خلي بالك على نفسك يا سالم. ربنا هو الحافظ. ربنا يحفظها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اعمل لكم الشاي. اخوك ده طيب قوي. هو الطيب وانا الشرير. بقول لك ايه، هو انا هفضل مسجونه هنا لحد امتى؟ يعني كلها كام يوم ان شاء الله، تقرير المعمل الجنائي يكون خلص ويحفظوا التحقيق ده اذا كان مراد الله يرحمه مات موتة ربنا. هو انت شاكك ان انا اللي قتلت مراد؟ اكيد لا يعني. طب وبعد ما التقرير يطلع؟ شوفي انت بقى عايزه تعملي ايه؟ والله انا شايفه ان اول حاجه لازم اعملها ارجع الشركه لاولاد مراد. تلاقيهم وصلوا مصر كمان. انت اتجننتي يا بنت انت ولا ايه؟ شركه ايه اللي ترجعيها؟ انت عارفه الشركه دي راس مالها قد ايه؟ 500 مليون جنيه، نص مليار. بس مش من حقي. هو ايه ده اللي مش من حقك؟ ولا من حق ولاده؟ انت عارفه ثروه مراد بره الشركه خالص تسوى قد ايه؟ فلوس كتير كتير قوي، الشركه دي ما تجيش ربعها اصلا، وانت عملتي حاجات كتير حلوه لمراد. اعتقد الشركه دي من حقك. وانا ينفع اعمل كده؟ انت لازم تعملي كده. مراد الله يرحمه كان أهم بني آدم في حياتي، وأنا عارفة كويس قوي قد إيه الشركة دي خدت من حياته ومن اهتمامه. عشان كده أنا بقول لكم في أول اجتماع ليا بيكو إن كل حاجة هتمشي زي ما كان مراد عايز، وكأنه عايش بالظبط. أي عقود، أي مستندات، أو حتى أي شراكة، القرار فيها هيكون زي كأن مراد موجود، وانا عايزاكوا تساعدوني عشان ده يحصل. داليا هانم، في زياره ضروريه جدا لازم تحصل للبنك علشان نسجل توقيعك، لان ده اللي هيتم بيه صرف الشيكات اللي باسم الشركه. مفهوم. وامتى المفروض ده يحصل؟ ممكن يا فندم بعد الاجتماع مباشره. تمام. بعد اذن حضرتك، احنا بعد وفاه المرحوم مراد في عقود كتيره جدا لازم ناخد قرارات فيها، لان دي مرحله تانية. لا برافو، قاعده على كرسي بابا وكمان عامله اجتماع. هو انت فاكره نفسك بقيتي صاحبه الشركه دي بجد ولا ايه؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ اطلب الامن يا سعد. انت بتطلبي لنا الامن يا حراميه يا واطيه؟ والله لا ارجعك الشارع اللي جيتي منه، هترجعي الشارع ليلى هانم. ايه يا ليلى هانم؟ بس انت ليلى هانم ما يصحش ده. انت اللي ما يصحش. هو ايه ده اللي ما يصحش يا استاذ عبد الحميد؟ ابوك يا سامح بيه؟ ويا ترى فين مختار بيه؟ وايه رايه في اللي بيحصل هنا ده؟ الامن فين؟ امن؟ انت فاكره الخطه اللي عملتيها عشان تاخدي اخويا وتموتيه وتسرقيه هتكمل؟ ليلى والله هدخلك السجن. ليلى هانم سامح بيه، احنا ممكن ندخل المكتب نتكلم بهدوء. مكتب ايه؟ دول يطلعوا بره. بره؟ مين ده اللي يطلع بره؟ انت اللي تقومي تطلعي بره. قومي من على كرسي بابا. انا هطرد. ليلى هانم دي شركه اخويا ومش هطرد شركه مراتك. شركه التجارات ولا ايه؟ قومي بقول لك. انا هطرد شركه مراتك. كبيره عليكي قوي الكرسي ده. يلا انت اللي هتقومي بره. شركتي وهاخدها فاهمه؟ هاخدها. بس ايدك. ناس ايدك سيبني. انت مجنون؟ انت جننت ولا ايه؟ ناس ايدك. اتفضلي. كبيرة عليكي قوي يا واطية، ترجعي الشارع اللي جيتي منه. اتفضلي. طيب يا جماعة أحس كده الاجتماع خلص، تقدروا تتفضلوا.
حاضر. هتاخدي شاهين النهارده؟ اه خلاص هاخده، مفيش سبب بقى يمنع انه يكون بعيد عني. مدام سلوى انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا يوم ما جبت لك شاهين اول مره لا كان معايا ورق ليه ولا كان معايا فلوس. اللي انت عملتيه معايا ده مش هنساهولك طول عمري. ربنا يقدرنا على فعل الخير. فاكره يا لبنى اليوم اللي انت جبتيه فيه؟ اه طبعا فاكره، دي كانت اصعب حاجه عملتها في حياتي. انا مش ممكن هنسى شكلك وانت واقفه بتعيطي على باب الدار لما سلمتيني شاهين. ماشي، هو كله بيعدي. المهم ان الواحد دايما يدور على فرصه يعوض فيها اللي فات. طب وموضوع الدار اللي كان على باباه اللي هربكم من بلد لبلد؟ ها؟ لا ما الراجل مات. انهي راجل؟ الراجل اللي كان عايز يقتل جوزي. وخلاص دلوقتي هيرجع لداره وبيته، والحياه اللي كانت ضايعه مننا رجعت لنا تاني. خلاص بعد كده مفيش حاجة هتخوفنا. مدام سلوى أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما كانش في مكان أمن من هنا أحط ابني فيه. هيعز عليا فراقك قوي. بس إن شاء الله من هنا ورايحة هنبقى نزورك أنا وشاهين. إن شاء الله يا حبيبتي تنوري. يلا يا حبيبي يلا بينا. هاشم سيد الجزار عند 4 مطاعم أمرتجي، عايش ما بين العجوزة وشبرا. عناوين ال4 محلات بتوعه. مصاريف الشغلانة ما بتنطقش ليه؟ بفكر. الراجل ده بيرجع من الدهب، البدله تحت البيت. لا انا بفكر في حاجه تانية. عايز الاقى فتون وراشد. لسه فاكر مراتي؟ الست الوحيده اللي حبيتها في حياتي. راشد ده مش بس ابن عمي، ده اخويا اتربى على كتافي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره. احنا عايشين في بلد فيها 100 مليون بني ادم، فيها جحور ياما وشقوق ياما، ومسير الحياة هيتلاقوا. هيتلاقوا هيتلاقوا يا انسي. تعرف ان انا متجوز وعندي عيلة؟
معرفش عنهم حاجة بقالي 5 سنين. اللي شبهنا مينفعش يبصوا لورا، لو بصوا لورا يرجعوا. ألو، أهلا سيادة الوزير. أنا كويسة الحمد لله، زي حضرتك. وبرضو عزوماتك كترت قوي الفترة دي. لا إن شاء الله طبعا هاجي. مختار؟ آه مختار هقول له طبعا، أكيد أكيد هيجي. آه 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 لا مش فاهمة مين الناس دي. اها اوكي ماشي. لا طبعا هاجي. اوكي شكرا على العزومه، مع السلامه سيادتك. مع السلامه. لسه ما ردتش عليك برضو؟ لا لسه. انتوا مش كنتوا مع بعض في الشركه؟ سبتها ليه؟ قالت لي عندها مشوار مهم. هي سابتني من هنا، والوزير شفيق جمل كلمني من هنا عامل لنا عزومه ولازم نروح. يا رب تكون هي. اهلا يا دانيا. بسم الله ما شاء الله. مين القمر اللي معاكي ده؟ ده ابني. طيب حافظه جوه. لو سمحت يا مختار. يعني كل ده كان كدب؟ بتستعبطيني؟ انا هو مراد؟ انت ايه؟ شطانه؟ على فكره انا عارف كل حاجه عنك. عسليه. عسليه؟ اه. مش راشد الغول البلطجي كان جوزك؟ ولا محروس سواق التاكسي بتاع اسكندريه؟ ولا طارق ابو الواد اللي نام جوه؟ لا انا مش فاهمه حاجه. وانت ايه اللي سكتك كل ده؟ عشان حمار غبي. اكتر من سنه انا عرفت عنك كل حاجه بعد ما عملت لك الفيش. عارفه سكت ليه؟ عشان صعبتي عليا. قلت ازاي واحدة ناسية كل حاجة في حياتها اللي فاتت نيجي احنا نحاسبها عليها كده؟ ليلى كان عندها حق. انت اللي قتلتي مراد. انت اللي قتلتيه. خلصت؟ لا ما خلصتش. انا لغاية دخلتك عليا بالواد على ايدك كان ممكن اعمل اي حاجة علشان ادافع عنك. ان شاء الله لو حياتي. على فكرة أنا مش حاسة بالذنب ولا أقعد أعيط لك وأقول لك سامحني عشان حياتي كان كلها ظلم قبل كده. أنت اتجوزتي 3 وتعبت عليا. لو سمحت اسمعني ما تقاطعنيش. أنا البني آدم اللي واقفة قدامك دي بقالها سنين بتجري وخايفة وهربانة، وكل ما ألاقي مكان أستخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني ان اهرب واجري تاني لغايه ما لقيت مراد. وكان لازم اعمل اللي اعمله، وانت على فكره اللي ساعدتني. انت هتخرفي؟ انا ما بخرفش. يوم ما مراد خبطني بالعربيه كنت هربانه من المنيا من طارق ابو ابني، وبرده بعد ما انكشفت. انا فاكره الليله دي كويس قوي. كنت انت والدكتور ومراد واقفين حواليا في المستشفى. سألوني انت مين؟ وساعتها انت سألتني وانت ناسية اسمك ولا ايه؟ كأنك بتديني المفتاح اللي اكمل فيه بعد كده.
ده اسمه جنان اللي انت بتقوليه ده. ما هو مش ده بس الجنان اللي حصل في حياتي. انا قدامك يا مختار وانت عارف عني كل حاجة. انا كل اللي انا عايزاه اني ما هربش تاني، وعايزاك تساعدني على كده مختار. انا عارفة انك بتحبني وانا تعبت. انا اللي قابلته في حياتي مفيش بني ادم يستحمله، وما صدقت الاقي فرصة اعيش فيها مع ابني بامان. ولو انت هترفض تساعدني عايزك تديني فرصة. فرصة ليه؟ انا هرب تاني. الأربعة مليون جنيه هيجننوني. تسلم ايدك. انت هتدفع اربع ارينا للراجل الباشا الكبير ده؟ ما ادفعش ليه؟ اربعة مليون كتير قوي. ده 100,000 150,000 بالكتير نشتري بيهم سجل مدني من بابه. انت مش فاهم حاجة. انا بشتري لعبتي. انا مش فاهم. هتدفع اربعة مليون ورق مضروب ازاي؟ خد بالك من روحك، الراجل ده حوت كبير قوي. مين قالك الورق مضروب؟ الورق اصلي واصلي الاصلي كمان. الفكرة مش في الورق. امال في ايه؟ في الحماية. الراجل هيحميني، يعمل لي كل اللي انا عايزه. يا سلام يا سلام لو بقيت واحد من رجالته. بس الراجل ده برضه كبير قوي، الواحد يخاف يقرب منه يهرسه. يا الله. نولع بقى. ولع. لا والله. أو النعمة يا نعمة. قال لهم أنا شفت العفريت. قالوا له يا راجل. قال لهم الكلب قرب عليا. قرب بصيت له قلت له أنت كلب يا كلب. قال أنا كلب. يا روي رحت برضو تدور عليهم؟ يسير الحقيقة لا يا يونس. أوصل له. شكلك مش عاجبني من ساعة عملية امبارح. مكنش الراجل صعب عليك؟ لا ما تخافش. مش هيغلى عن اللي خلقه. عاش يا وحش. ده بقى علي روي. أجدع راجل هتشوفوه. دي نسرين. بيدلعوها النسر. ودي نعمة. واللي يكرهها نعمة. هيقعدوا معانا في العزبة يومين ثلاثة. لا مش أقل من أسبوع يا أنس. تعال تعال. مش عايز. عايز أريح شوية. يا غدع ما تبقاش رزيل وتعال. فك عن نفسك حبتين، شكلك شقيان. تعال. سلام يا أنس. ومات يا أنس. رايح فين؟ وينك أنت؟ ما قلتليش. هو أنت هوائي ولا مائي؟ أرض يا حبيبي. النسر انقض عليه. رشا. أربعة مليون يا باشا. أنا بقى نفسي منى عيني أبقى راجل من رجالتك. فين فتون؟ نعم؟ فتون؟ القمر اللي كانت معاك المرة اللي فاتت. هي مش اسمها فتون برضه؟ أه فتون. أنا بقى عايز فتون دي. أنت مش قلت لي إنها شريكتك؟ أه. شريكتي ومرات ابن عمي واخت مراتي. الاتنين مع بعض. بص بقى يا رشد، انا بحب الستات. في ناس شايفه ان الموضوع ده عيب فيا، بس انا الصراحه شايفه ميزه. بقى انا بقى ما بحبهمش وما بحبش اغامر بيهم. طيب انا بقى مش هظبط لك الورق ولا هامن لك فلوسك في البنك الا لو فتون جت لحد هنا. طب وصلت لك يا باشا ان ده مش هيحصل؟
انت حر. والفلوس؟ وقتك خلص، قوم سيبوه، انا مش عايزه. ده تكتب البيانات اللي عايزه تتكتب في ورقك وتبعتها مع فتون، ده لو عايز ورقك يتعمل. يلا يا حبيبي. تقوموا نطلع نقعد مع المعلم أنس برا والجماعة نشرب كاسين. معلم أنس؟ لا مش عايز. طب أنا بقى بايتة معاك النهاردة. قلت مش عايز، خلصت. هي مين فتون دي؟ تعرفيها منين فتون؟ أنس قال لك عنها أي حاجة؟ أنس ما جابش سيرتها، البت ياسرين قالت لي إن أنت ما بطلتش تتكلم عنها طول الليل يا أخويا. بنتك سعيدة يا بيبي. وكتاب الله اللي نجيت، أنا كان ناقص لي تكة وأقعدهم في زمارة رقبته ما سيبوش غير وهو مفرفر. لولا بس العصابة اللي حواليه. ثبتني في الأربعة مليون وقال لي وممشي. وبعدين خلصت على إيه؟ ما تردي يا راشد. انت حيوان. قال لي انه مستنيك تروحي له وانه مش هيخلص المصلحه غير لما تعدي من تحت ايده. لو على كده سهله يا. انت بتقول ايه يا ولية انت؟ هو انا قلت حاجه؟ ما انت اللي بتقول. بعدين بيني وبينك كده انا كنت بدور على سكه تخلوا بيها، اهو اللي طالع وهي علقه تفوت وانت هتبقى مبسوط. اقسم بالله ابطحك بدي. تجننتي؟ انت نسيتي ان انا رحت للخنزير ده بسببك؟ نسيتي وينش يا فتون؟ وينش اللي قبل عليكي؟ وينش اللي ذبحته بسببك؟ فتون، الكلام ده انا ما سمعتوش وما يتقالش تاني. كتك خيب والنبي هترجع مبسوط. مبسوط مبسوط. عجباني قوي المزرعة بتاعتك يا معالي الوزير. دي منورة بوجودك يا رالي. ثانك يو. أهلا. أعتقد إن كان لازم تقولي مين هم ضيوفك قبل ما تجيبني ليهم. ما كنتش هتيجي لو عرفت إن إحنا موجودين هنا. أنت عارفة يا داليا مراد الله يرحمه كان بالنسبة لي كنا إخوات. وولاده دول زي ولادي بالظبط. طبعا انا عارفه قد ايه المرحوم كان قريب منك، عشان كده شهدك على عقد جوازنا وقال لك على حاجه ما قالهاش لحد. ازيك يا هاني؟ اهلا دل. سامح، عرفتك من الصور. انت مش جايه هنا عشان تتكلمي، انت جايه علشان تسمعي وبس. سامح وهاني عايزين يتفقوا معاكي على حل مرضي.
انك ترجع لهم الشركه وتاخدي مبلغ مناسب. والحقيقه انا شايف ان ده فير قوي وحل مناسب للطرفين وممكن يتم بهدوء كده وبدون اي مشاكل. وانا اضمن لك نزاهه الصفقه. انت طبعا عارفه ليه مراد كتب لك الشركه بدون دخول في التفاصيل يا دانيا. المنطق بيقول انك لازم ترجع لهم الشركه. هو وجهة نظر حضرتك ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يعني يعني الشركة دي بتاعتي بالقانون وكل الناس بقت عارفة كده اوريدي. هو انت بتستعبطي؟ نعم. انت فاهمة شركة زي دي راس مالها كام؟ ثروة زي دي يا دانيا ما ينفعش تاخديها عشان قضيتي ليلة مع بابا الله يرحمه. هي مش ليلة واحدة على فكرة، ده كان جوزي. وبعدين هو اتنازلي عن الشركه بمزاجه، محدش ضربه على ايده. ثمن الوقت اللي قضيتيه مع بابا هتاخديه ما تقلقيش. واحده زيك تستاهل كذا الف جنيه. بس انا هديكي 10 مليون وتتنازلي عن الشركه. والا اقسم برحمه بابا. والا ايه بقى؟ ده بيهددني يا معالي الوزير. مفيش تهديد ولا حاجه، اسكت يا سامح. انا عارف انت بتلفي وبتدوري على ايه، بس المبلغ اللي انا قلته مش هيزيد ولا مليم. اسمعي يا ست انت. اسمع انت. أنا شرعاً ليا فرصة أبوك التمن، والتمن ده بقى بره الشركة يسوى 2 مليار. بس أنا عشان ست محترمة ومتربية وبنت ناس مش هعمل كده. أنا هعمل درينك لنفسي، أحتفظ بس بالفيلا عشان ذكرياتي اللي فيها كانت حلوة قوي مع بابي. يبقى هقتلك، هقتلك. تمن اللي أنت بتقوليه ده موتك ورحمة بابا هقتلك. سجل التهديد ده عندك يا معالي الوزير بما انك راجل قانون وواحد من اهم موظفين الدولة. طبعا انت في حمايتي يا داليا طول ما انت هنا في بيتي. مفهوم. انا متشكرة قوي يا معالي الوزير. المقابلة انتهت. باي باي. هو انت طول ما انت قاعد عايز حاجه كده؟ خضيتني، في ايه؟ انا قاعده مستنيه الباشا. طيب نستعجل الباشا. اخاف واكش من دلوش. ما بدي حلوه. الله، حاجه جميله. عارفه لو ما كنتيش جيتي أنا كنت بعت اللي يجيبك من المكان اللي أنت فيه. لا مؤاخذة يعني قاعدة على كرسي. لا ما يهمكيش يا عمر. وأنت يعني تعرف مكاني منين؟ الشقة الإيجار اللي في مدينة نصر. مع إنكم أساساً من بولاق. بس جوزك تاجر مخدرات. وراشد ده محكوم عليه بالإعدام. إيه بس بس بس. تعرف ده كله منين؟ هو أنت بتشتغل إيه بالظبط؟ ما تكونش بتشتغل في الداخلية؟ لا لا لا، السؤال ده ناس قليلة قوي اللي في البلد اللي يعرفوا إجابته. عارفة ليه؟ ليه؟ أصل أنا شغلتي سر. سر؟ طب والنبي أنا بحب أعرف السر، قولي. بس كده راشد يقلق علي. ليه؟ هو مش هو اللي بعتك برضه ولا؟ لا يا أخويا فاشر، إزاي يعني يبعت؟ طب بالك لو عارف ان انا هنا انا وانت. اه لا يكسر عظمي دي حتت حتت. قطع ايديه. اسم الله عليك. امر. شكرا. الله يخليك. رد عليك ولا لسه؟ مغلق برضه. شبكة. تلاقيها في المترو. مترو ايه بس انت رخر. هلا يا مصر، انت قلقان عليها قوي كده ليه؟ قلقان عليها ايه؟ ده انا قلقان منها. دي فتون دي تودي مورستاي. طب انت لك شاي ولا ايه؟ لا مش عايز. طيب قوم روح. طب انا كنت عايز اراجع معاك حسابات الاسبوع اللي فات. لا فيا دماغ لاي حسابات بعدين. يلا اوامر. ليلتك كويسه. ليلتك فل.
تصاعد سريعا وتنطلق. الله يخرب بيتك يا فتون. فين يا فتون؟ وقفت تليفونك ليه؟ مالكش فيه، كنت مطرح ما كنت. هو انت فاكر اني على ذمتك ولا ايه؟ كنت فين يا فتون؟ كنت في اللي في دماغك عند الباشا. هتفضل طول عمرك واطية. طب ما انت اول ما عرفتني عليه كنت عارف ان ده هيحصل. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الحق الحق يا حبيبي، النبي ما تخاف. أنا قلت للباشا إنك أول ما تعرف إني رحت له هتموتني من الضرب عشان يعني تفضل راجل في عين وشنبك ما يتأثرش. عارف الفرق بيني وبينك إيه؟ إني جاي عدل مع نفسي، لكن أنت عمال تحور. خافش يا أخوي، عايز تعمل الشريف العفيف اللي بيحافظ على شرف ابن عمه وبيدور على مرته اللي بيحبها. اعمل اللي انت عايز تعمله، بس ما تعملهمش عليا. لا يا فتون، انا ما كنتش عايزك تروحي له من الاول، وانا مش وسخ قوي كده. وخلصت، سامعاني؟ خلصت. ايوه كذاب، ليه صدق؟ تكميلة غور غورة تاخدك. هي معالي الوزيرة اتهددت في بيتك وواقفة هو في حفلتك بس احتراما ليك. مدام داليا أرجوك يا دولة موقفي وقبل العرض اللي اقترح عليك سامح وهاني. مع احترامي ليك، أنا صاحبة الشركة مش هقبل بضغط من أي نوع. ما تتسرعيش يا داليا، ولو عاوزين أتفاوض عشان نرفع قيمة المبلغ أنا ما عنديش مانع. شفيق بيه، أنا آسفة جدا بس لازم أمشي. قلت أسلم عليك، لازم أسلم عليك. تمشي إيه دلوقتي يا سوها؟ عرفك بدالي هنا. أهلا وسهلا دالي. أهلا وسهلا. أنا اسمك لحظة. سالي؟ أيوه. امال ايه داليا دي؟ مين داليا؟ داليا دي تبقى انا. ايه مش فاهمة؟ ايه داليا تبقى انت؟ وايه موضوع الشركة اللي انت صاحبتها دي؟ مش فاهمة حاجة. دي شركة مراد الجرح للمقاولات. انا اعرفه، ده راجل محترم جدا. الله يرحمه، انا ابقى ارملته. الله، وانت مش متجوزة؟ لا، ما انا ما فيش وقت اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. فاكرة لما جيت لك البيت آخر مرة وكريم طردني؟
انا ساعتها ما زعلتش منك، بس انا من يوميها اخدت قرار اني ابعد عن الشر وفضلت اهرب منه لغايه ما بقيت داليا اللي قدامك دلوقتي. مدام سهى انا بترجوكي ما تقوليش لحد على القصه دي، انا تعبت قوي عشان ابقى اللي قدامك دلوقتي. متخافيش بجد، انا بحبك وانت عارفه ان انا بحبك من زمان. انت بالنسبه لي داليا من النهارده، مفيش سالي. مدام سهى انا عمري ما هنسى الحب اللي انت حبيتيه لي، ولا هنسى الايام دي. خلي بالك من نفسك. انت خارج ولا ايه؟ احنا اتفقنا ان انت هتثقي فيا. هتروح فين؟ النادي. طب ممكن ما تاخرش عن ساعتين لو سمحت؟ اوكي. مش هتصدق بقى انا شفت مين امبارح. سالي اور سيرفنت، فاكرها؟ اللي انت طردتها دي. اكيد فاكرها. هي بقت شغاله عند راجل شفيه ولا ايه؟ شغاله ازاي بس؟ دي بقت مليونير. فاكر فؤاد الجاهل البيزنس مان؟ انت شفته معايا مره. اتجوزها وكتب لها الشركه وبعدين مات. انا مش فاهم حاجه. ولا انا، بس she's changed، بقت حاجه تانية خالص. غريب قوي اللي انت بتقوليه ده. قبل ما احنا نسافر كانت متجوزه واحد اسمه راشد، وكان هو الدراج ديلر اللي بيجيب لي مخدرات. عادي اتطلقت يعني، ما فيهاش حاجه. وبعدين I told you زمان she's very smart ومستنيه فرصتها، وهي جت لها. I'm very happy for her. أنا ممكن آخد العربية؟ تاخد العربية؟ شو؟ بس أنا مش هتحرك لحد ما ترجع، أوكي؟ متأخرش. I trust you, ها؟ يلا. Enjoy yourself. Don't be late. حاضر. فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه، وبصراحة مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه. أنا لازم أفضل جنبك. أنا بحبك كده ليه؟ حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السودة اللي انت عملتيها، أنا فعلا لسه بحبك. لا مش هينفع يا مختار. انا عايزك تقف جنبي، بس ده مش معناه انه اي راجل تاني يدخل حياتي. انت مش عارف انا خايفه ازاي. حد يبقى عنده الشركه دي كل ده ويخاف؟ ولاد مراد اتفقوا مع الوزير شفيق انه يضغطوا عليا وياخدوا مني الشركه. يعني دعوة الوزير كانت علشان تقابلي سامح وهاني وهددوني. قالوا ايه؟ قالوا كتير. سامح ده لو كان يطول ياخد مسدس يضربني بالنار ما كانش قال لا. ولا هاني قعد يقول لي انه ده كله تمن ليله مع ابويا. هي كانت ليله وكان جوزي، بس يا مختار ما حصلش بيني وبينه حاجه. أنا كنت عاملة نفسي قدامهم
انا مش فارقه معايا وجامده ومش خايفه، بس انا كنت مرعوبه من جوايا. ده متوقع من ولاد مراد، طبيعي يعملوا حاجه زي كده. انا غلطت ان انا ما جيتش معاكي. بس كنت هتعرف منين؟ اختار انا بجد مرعوبه. بص يا داليا، انت بقيتي صاحبه شركه، ده امر واقع. بس انا عمري ما كنت اتخيل ان كل ده ممكن يحصل معايا. مش عارفه اتصرف ولا عارفه اعمل بالفلوس دي ايه. والشركه، انا فعلا مش عارفه اتصرف لوحدي يا مختار. انا عايزك تقف جنبي وتسند. انا فكرت اديك فلوس عشان الموضوع ده، بس لا، ثانيه واحده، انا فهمت ان انت اكبر من الموضوع ده بكتير. عارفه داليا، انا جيت النهارده علشان اطلب منك انك تتجوزيني. بس يظهر ان انا معاكي ببقى دايما خطوه متاخر. الاول مراد، ودلوقتي مش عايزاني اقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك انت، لا انت ولا غيرك. ده انا اول مره احس ان انا ينفع اقول لا، وديني بقولها. وانا موافق. تحت امرك لغايه لما تغيري رايك. ولو ما غيرتش رايي هتغيري. من ساعتها بطلت سجاير. بجد بطلت سجاير؟ برافو برافو. انت كده بقى ندور لك على عروسه وتقعد في البيت. ايه ده، في فترة غيابي بقى دمك خفيف شيء عظيم. ميرسي. طيب طيب طيب، هزرنا والحمد لله على السلامة والحاجات دي كلها. لازم نسكور دلوقتي حالا عشان أنا حاجتي خلصت وبموت من امبارح. بيس، اتكلم حد نسكور منه. طب يلا كلم عطو. لا عطو، لا عطو ده كافر أصلا. وبعدين ليه عندي 5000 جنيه؟ لو كلمته هيقعد يقول لي هات ال 5000 جنيه، وأنا بصراحة مفلس. واعملوا حسابكم، اسكورت النهاردة يا هتبقى على حسابك يا هتبقى على حساب الأستاذ. أنا ممكن أتكلم راشد يخليه يعمل معاكوا كادو. أصل أنا هو بين أصحاب قوي. واحتمال قبله بالليل. راشد، فاكرين يا جماعه السيرفنت اللي كانت عندنا مرات راشد كان اسمها سالي؟ مالها؟ بقت مالتي مليونيره. نعم. طبيعي. مالتي مليونيره. ازاي؟ طبيعي، انا قعدت مع راشد وهو بيديل شارلي بملايين، فطبيعي ان مراته تبقى مليونيره. لا، ماما قابلتها في حفله كبيره وعرفت منها انها بقت صاحبه شركه عقارات كبيره جدا ومتجوزه دلوقتي حد تاني غير راشد. هو بيزنس مان كبير اسمه مراد. ايه يا عم الفتي اللي انت بتقوله ده؟ المهم القصه دي ما تشغلنيش خالص. انا اللي يشغلني دلوقتي يا انت تكلمي دلوقتي راشد عشان نسكور، يا اما حد يكلم اي حد نسكور دلوقتي. بالظبط. قد ايه الحياه دي كانت ممله قوي يا جماعه، انا كنت في ازمه كبيره معاكم. الحمد لله خرجت منها. انجوي انتوا وبسطوا سكور واعملوا حاجات كده وابقوا ما تكلمنيش. باي باي. تشاو تشاو. هو الواد ده ليه بقى تقيل قوي كده ليه؟ تلاقيه بس فرحان عشان هو لسه مبطل. كل يوم انه يرجع يضرب تاني اصلا يعني. هما اللي بيبطلوا بيبقى دمهم تقيل قوي كده. مش عارفه بقى، مش عارفه. صباح الخير، ازيك يا مختار؟ ازيك يا سامح؟ مختار ازيك؟ اشربوا ايه؟ قهوه سالم. نسكافيه. بابا الله يرحمه كان بيحب المكان ده قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارف يا مختار انك كنت بتحب بابا، علشان كده لغايه دلوقتي انا مش قادر افهم الموقف. والله انا سامح اللي مش فاهم، انت عايزني اعمل ايه بالظبط؟ تقف جنبنا تساعدنا نرجع الشركه، وبعدين اللي انا عارفه ان انت قريب جدا من اللي اسمها داليا دلوقتي، وداليا ما عندهاش نيه انها تتنازل عن اي حاجه. بس احنا ما قلناش تتنازل،
انت هتقدر يا مختار تخليها تمضي على اي ورقه او شيك من غير ما تاخد بالها؟ ذمتك انت متخيل ان انا ممكن اروح اعمل حاجه زي كده؟ مختار احنا في ورطه كبيره ولازم نحلها، واللي سامح بيقدمه لك ده هيبقى ديل. ديل ايه بقى؟ هدي لك 25% من اصول الشركه وكمان كرسي في مجلس الاداره، ايه رايك؟ مش فاهم سامح، هتديني حاجة مش بتاعتك ازاي يعني؟ انت رايح فين؟ اقعد، احنا بنتكلم. ايه ده؟ مع السلامة. ده اتجنن غالبا. يلا بينا، يلا. وادي شهادة الميلاد، وادي البطاقة. ألف مبروك يا عادل بيه، الباشا الكبير مبسوط منك قوي، أنت وفتون. يا معلم في إيه؟ هو اللي قال لي كده برضه؟ راحت له الجزمة من ورايا. أنا كنت خلاص مش عايز الورقة واستعوضت ربنا في الأربعة مليون. والله وعليته بإيه بتستعوض ربنا في 4 مليون جنيه يا راشد؟ تعبيط يا راشد، هي كانت مراتك ولا إيه؟ قفل ونبي يا إيهاب على الحوار ده خالص. طب ما تاكل اسمها سالي. سالي؟ لا غريبة، كريم قال لي انها كانت شغالة عندهم وانها اسمها سالي. كريم رجع؟ اه قابلته الصبح في النادي وقال لي ان مامته شافتها في حفلة كده. عسلية؟ سوري؟ سالي يعني سالي، كملي بس كده. هو ده اللي قاله لي. كريم فين ماما؟ أهل. مين لسه صاحي؟ مين لسه صاحي؟ معقولة بتطبخي بنفسك؟ اه بطبخ بنفسي يا حبيبي. هات رجلك الحلوة دي. ايه؟ البس. يلا يا دوسة لو سمحتي طلعي ينام. يلا على النوم بقى. عشان احنا بقينا متأخر. تطبخي ايه؟ زي ما انت شايف كنت بطبخ طبيخ كمان. تحولي هنعمل ايه في موضوع الفيلا مختار؟ انا خايفه لا يطردوني. اظنش، لا الفيلا دي تمنها بالكتير ما يجيبش 20 مليون جنيه، واعتقد يعني لو عملوا كده هنطالبهم بالورث. هما بيعرفوا يحسبوا كويس، مش هيعملوا حاجه زي كده. بقى انا بحب المكان ده قوي. اول مره جيت على الفيلا مع مراد كان ساندني على كتفه واحنا راجعين من المستشفى، ويوميها قال لي ادخلي البيت بيتك. عمري ما كنت اتخيل ممكن ده يحصل بجد. كل ما افتكر ان انت قدرتي تقنعيني انا ومراد وكل الناس انك مش فاكره اي حاجه، بصراحه اخاف منك. ولا ممثله في اجدع فيلم. مش كده برضو؟ ما انت فاكر ان دي اصعب حاجه عملتها؟ ده انا مره في المنيا قعدت شهر ما بنطقش، عامله فيها خرصه. بس والله كان غصب عني. أنا ساعات لما بفتكر الأيام دي أحس إن أنا كنت واحدة تانية مش أنا. طب تصدق إن ولا حاجة من دي كانت مترتبة؟ كنت لابسة 100 وش في بعض. ويا ترى بقى اليومين دول أنت لابسة أنهي وش فيهم؟ مع شاهين ابني انا لبنى، وفي الشركه انا داليا. ساعات كتير بفتكر وبتوحشني زينب في اسكندريه، كانت ايام هدوء
تعرف مين اكتر واحدة وحشاني فيهم؟ مين؟ عسلية. كل ما ابص في مرايتي بشوف عسلية. عسلية اللي هربت منها. ساعدني يلا. انا فتحت لك الكيس. افتح دي كمان. ايه يا راشد؟ انت ايه اللي جايبك في وقت متاخر زي ده؟ وعرفت ان انا رجعت من السفر، واللي جايبك دلوقتي يا راشد؟ في ايه؟ ما تتكلم معايا ادم، بتكلمني كده ليه؟ اهدى يا راشد اهدى، انا ما بقاش ليا علاقه باي حاجه ليها علاقه بالضرب ولا باي. انا مش جاي الضايف. ماشي يا سيدي. انا عرفت من سمر ان انت وامك شفتوا عسليه. عسليه؟ اكيد سمر بتقول اي كلام، انا لسه راجع من السفر يا راشد، ماليش دعوه بالحاجات دي خالص. اقول لك ايه يا كريم؟ هجيب لك رقبتك. فيها يا راشد؟ انت بترفع عليا مطوه في بيتي يا راشد. اوبحك كمان. بس يا راشد. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ ده راشد يا ماما، راشد جوز عسليه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عسليه فين؟ هجيب رقبتكم انتوا الاثنين وما كلمتوش. استنى بس، انا شفتها هي دلوقتي ما بقاش اسمها عسليه، اسمها داليا نور، متجوزه بتاع مقاولات اسمه مراد الجرحي، وبتدير شركه روح لها هناك. وكمان انا ما بقاش ليا اي علاقه بالمخدرات والحاجات دي، والله العظيم بطلت. هو خلاص بعد بعد. تمام. استنى، رايح فين؟ انا هاجي معاك، انت stay here. والواد يا بت طلع كريم. يخرب بيت سنينك. فتون يا فتون، فتون يا فتون، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. استنى بس، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. طيب اقفلي. طيب يا حبيبتي هرجع اكلمك تاني. باي باي يا اختي. لقينا عسليه. ايه التخريف ده؟ زي ما بقول لك كده، عارفه الواد كريم اللي كان شغال عنده في البيت، اللي هو شغال معاه بيبيع مخدرات، او مقابلتها في حفله. طب وهنعمل ايه؟ هنروح لها طبعا. نروح لها؟ انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ان عسليه هربت منك عشان انت قتلت الحسن؟ لو رحت لها هتسلمك. مفيش الكلام ده. عسليه بقت غنيه دلوقتي وعندها شركه وملايين. غنيه؟ شركة ايه وملايين ايه؟ جابتهم منين يعني؟ دي كانت ماشية ببقجة هدومها يا ستي. لما نروح لها لو انا اعرف حكايتها. هنروح لها فين دي؟ الشركة، شركة مراد للمقاولات. شركة مراد للمقاولات؟ ايوه. ايه المشكلة؟ خلص سيجارتي واقوم البس. البسي وحصليني بقى. غير هدومك. كويس ان انا رجعت لكم المكتب النهارده. احنا عملنا كده كل الشغل اللي كان متاخر علينا. كل واحد فيكم عمل اللي كان لازم يعمله. شكرا. وانا اسفه يا جماعه ان انا اخرت كل حد بالليل. بالعكس انا بقولك، اللي عملناه النهارده ده كان مهم جدا، وانا هبلغ مختار بكره بمواعيد تسليم الوحدات اللي اتفقنا عليها. تمام. بليز خد الشيك ده وصوره وابعته للبنك. تمام. اتفضل يا استاذ. مروه لو سمحتي. أيوة. انا عايزاكي 10 دقايق عشان موضوع التصميمات. حاضر، هاجي بحالي. كنت لسه جايه لك عشان ورق التصميمات. اتفضلي. شكرا. ايه ده؟ يا عم ما الناس رايحه جايه، يا عمر بتقول الشركه قافله ليه؟ وبعدين بقى مش قلت لحضرتك اكتر من 10 مرات مش هينفع؟ يا باشا يا باشا، احنا بقالنا كتير ملطوعين في العربيه بره. شوية عندك اجتماع مهم، شوية قاعدة مع استشارة مش عارف عاملين ازاي، واحنا جايين نقابل وزارة التموين. يا فندم ده ليه هنمضي رئيس مجلس الإدارة، مش هينفع تقابلنا لما تاخد معايا. طب عليا النعمة من نعمة ربي، لو عرفت اللي أنت بتعمله ده لا تكون مرفوض على إيدي. ليه وحضراتكم مين؟ أنا فتون أختها شقيقة. اللي أنت بتقوليه ده؟ وإحنا مش لازم نعمل مفاجأة يعني، هتعرفوا السلام. طب أنا آسف يا فندم، بطايقكم؟ يا سيدي لو على البطايق أهي البطايق. بس دخلنا بقى، بص ايدك يعني اتلطعنا كتير. خد فتونه اهي اختها. انا اسف يا فندم، دي اجراءات الشركه، انا اسف. يا سيدي ولا يهمك، انا هخش ابلغك. بسرعه يا اخويا. الله، ده ايه القرف؟ هو صاحبي ليه كده؟ صاحبك ده دي كوتيشن ده دراسه. طيب تصميمات. حلوه
حلو عجباني، بس متهيألي محتاجة شوية موديفيكيشن، شوية الألوان باردة. اوكي بس كده. هو انا هستنى مختار لغاية ما يجي ياخد رأيه بالموضوع ده. اه طبعا، يعني استاذ مختار ده انسان حساس وراقي جدا وفنان كبير قوي. هو حضرتك فنان تشكيلي وموهوب كبير، وعند حضرتك حق انك تاخدي رأيه كده. مختار كان اقرب حد لمراد جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كده انا بثق برأيه. عموما اخبار الاعلانات بتاعت الكومباوند اللي اتصورت. ايوه، ما انا لازم اعرف انتوا مين عشان ابلغها. قول لها اختك. انت هتقعد تبحلقنا طول النهار، خف نفسك. خلاص ماشي، حاضر. ثانيه واحده. ده ايه الزهق ده؟ عارف. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس اصل في واحده واقفه بره مصره ان هي تقابل حضرتك وبتقولي انها اختك. بعد كده لازم تقولي ان انت اختها. امال اقول ايه؟ ما تتنين تسكتي يا عم، خلينا نخلص. الناس عايزين نقابلها وخلاص، لازم تقولي اختها. هتدخلني لما تعرف ان انا اختها. افرض قفشت في دماغها وما دخلتنيش. هدخل هفتح الباب وهدخل. تحب ادخله؟ مع حد؟ ايوه مع راجل كده، بس بصراحه ما قاليش وقت. طب ما تدخلهمش، قول لهم استنوا 10 دقايق. خلاص اوكي حاضر. اتفضلي. اوكي يا مروه. 10 دقايق ومدام دالي هتقابلكم، ما تتحركوش من هنا. ايه الحق ده، البنت شكلها اتغير خالص. هي 10 دقايق وهتقابلكم، الموضوع خلص. الحقني يا مختار، راشد مفتون على باب الشركة. بس يا اخويا من خلاتي حبيبتي وقلبي من جوه. النبي يا حبيبتي، انا كنت عارفه اني هاخدك في حضني من زمان. اختي يا عسلية يا عمر. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس ما قدرتش امنحهم الدخول، انا اسف. اتفضل انت يا سعد. حاضر. اتغيرتي يا عسليه. اه اتغيرتي وحلويتي واتدورتي كمان. انت بتتكلم مع مين؟ مين عسليه؟ انت عسليه مراتي، عسليه اللي رجاله البلاقه كلها كانت بتحوم حواليها، وانا اللي حميتها واتجوزتها. عسليه اللي يوم فرحنا دخلت عملت لها العشاء. عسليه اللي ليله دخلتنا عيطت وانا على رجليها. يا اختي اللهم صل على النبي. ايه ده كله يا بنت؟ عملتي ده كله امتى يا بنت القرد؟ لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. انا مفيش عسليه. هنا أنا دانيا نور صاحبة الشركة دي. طب ما أنا عادل فكري، رجل أعمال. وأنا يا أخويا زي المان فتور. لا يا عسلية. لا ما تعملهمش عليا، أنا خلاص عرفت كل حاجة. اتجوزت عليا اتنين ويا عالم مين تاني، وخلفت نونة بس من الحرام. النونة يا اختي، ده انا من ساعة ما عرفت انك خلفتي وانا نفسي ادلع النونة. شبهك اكيد، شبه هما الله يرحمها. اقول لك انت وهو، انا ما اعرفش حاجة عن الكلام التافه اللي انتوا بتقولوه. افتحوا الباب اللي هناك واخرجوا بره وانسوا اي حاجة عن الموضوع ده. وقال لي عيب. عيب لما تيجي تتكلمي مع جوزك اللي انت سبتيه وهربتي بقالك ياما واتجوزتي عليه اتنين ويمكن اكتر، تبقى بتتنفضي وانت واقفه. راشد الغول اللي ممكن يقطع لك رقبتك، بس انا مسامح. معقوله كده يا راشد؟ ليه يا اخويا؟ ما يصحش، البت تتخض. الله، وبعدين ما ينفعش، ده احنا عيله واحده. امال ايه؟ أنا كان غرضي بس أقول لك إن أنا عملت فلوس كتير أنا وراشد يعني، وأنت يا أختي عاملة فلوس. اللهم صل على النبي، نحط الفلوس على بعض ونبعت نجيب علي وراشد أهو اسم الله عليه موجود، ونعيش عيشة فل كلنا. إيه داليا في إيه؟ الحقني يا مخرج. مين الناس دي؟ الناس دي؟ الناس دي أوسخ ناس في العالم. أه؟ أنت مين يا ابني أنت وهي؟ اتكلوا على الله، يلا اطلع بره. أنا جوزها. انت مين؟
أنا المختار. اطلب لهم الأمن يا مختار. خدي بس راحة فين؟ عايزين مني إيه؟ سيبوني في حالي بقى. اطلب البوليس بسرعة. في ناس هنا بتتهجم على داليا هانم. أيوة هنا في المكتب. بسرعة. قلبك أبيض يا فخامة. ماشي يا عسلية. أنا ماشي. بس بقول لك إيه؟ أنا راجع تاني. سلام يا المختار. يلا فوق. سلام يا بنت ابويا. ماشي يلا فوق. يلا يا اخويا. يا اخويا على مهلك بتجرب كده ليه؟ يلا مش وقته. هات البطايق في مكتب الامن جوه ثواني اجيب لحضرتك. طب يا اخويا هات البطايق. يلا اتحرك اتحرك يا عم. البطايق مش مهم. مالك مجرجرني كده ليه؟ واحنا خرجنا من الشركه خلاص. يا وليه بقول لك بلغوا البوليس. سعسليه عمرها ما هتسلمك يا اخويا. وبعدين هي ملطوطه عليها 80 حب. انا غلطان اصلا ان انا جيت هنا. انا عرفت مكانها ومش هحلها. يا عم استهدى بالله. يوه كافتون. انا هوصلك وهرجع اجيب البطايق. ليه بقى يا اخويا؟ قلقان من عسليه بصراحه. هي اللي تقلق منك مش انت اللي تقلق منها. يا فتون يا فتون عسليه عايز تربط حبل مشنقها وين رقبتي؟ يا اخويا قلت لك ما تخافش. هي صحيح قالت انها ما تعرفناش لكن وشها بقى كان عامل زي اللمبه عمال ينور ويطفي من الرعب. هي تخاف يا اخويا لو بلغت عنك. ما انت هتحكي الموضوع واحدة بواحدة. طب بقول لك ايه؟ انا هخلي عطوة يرجع الشركة ويسأل على بيتها فين. مش في السخن. استنى يا اخويا تهدى وبعدين نبقى نتكلم. ما تبص قدامك يا اخويا هنعمل حادثة. ما انا باصص اهو. ما تيجي تسوق انت يا فتون. ما بعرفش اسوق. يبقى تسكتي بقى. النيلة اللي احنا فيها دي اهو بالراحة. شوف الورية. خرجوا من الشركة بسرعة وما خدوش بطايقهم. وانا اتصلت بالشرطه وهعمل فيهم بلاغ بالبيانات اللي موجوده في البطاقتين دول. شرطه ايه؟ مفيش داعي للشوشره يا مختار. لا مفيش داعي خلاص. طالما مشوا انت مش هتقول مشوا خلاص. لو حد من الشرطه اللي انت كلمتهم سال بقول لهم الناس دي هربت. حاضر يا مختار بيه بعد اذنكم. فتون سعيد ثابت اختي. واللي معاها؟ اللي معاها ده بقى هو راشد. الاثنين اللي اتجوزته. ايوه استاذ بطاقته بتقول انه عادل فكري شحاته. اكيد مزوره طبعا. يا رب يا رب دول جولي منين؟ عرفوا طريقي منين؟ انت خايفه كده ليه؟ مفيش اي حاجه تثبت ان انت عسليه اللي هم جايين يدوروا عليها دي. يعني لو بلغوا عني. لا مش ده قصدي يا مختار. مش ده قصدي. راشد ما يقدرش يبلغ عني. ليه؟ راشد قاتل اتنين يعني اكيد محكوم عليه بالاعدام. اللي مخليك مرعوبه منه؟ عشان عارف طريقي يا مختار. مش هيسيبني في حالي. سفرني اي بلد انا وابني شاهين. انا لازم اسيب البلد حالا. تسيب البلد ده ايه وتهربي ليه؟ عشان ده امر سهل جدا. مش بتقولي محكوم عليه بالاعدام؟ خلاص نبلغ عنه. انت ما تعرفش راشد. راشد ده شيطان. شيطان ماشي على الارض. خليني اختفي يا مختار. اروح اي حته. أنا مش عايزة أقعد في البلد دي. خلاص عرفوا طريقي. فتون دي فتون هي اللي بوظت حياتي. ما كانش لازم يعرفوا طريقي. ما كانش المفروض. لو سمحت يا داليا مش هينفع نفكر وأنت في الحالة دي. أنا هتصرف ومحدش هيقدر يأذيكي طول ما أنا جنبك.
جابوا لي منين دول؟ يا عاطف باشا، انا عايز رجالتك يوصلوا الفيلا النهارده طقم حراسه كامل ويكون مسلح لو سمحت. فيلا مراد الجرحي، انت عارف يا فت. ليه بكره؟ ليه؟ اه طيب، يا ريت الكلام ده يحصل من بدري لو سمحت. متشكر جدا، مع السلامه. خلاص، من بكره الصبح اكبر شركه امن في مصر هتبعت لنا حراس مسلحين يحرسوا الفيلا. بكره؟ اه بكره يا مختار. راشد مش هيستنى لبكره. راشد مين بس اللي انت خايفه منه ده؟ راشد قتل القتله. راشد اللي حرق قلبي واتجوزني وهو قاتل الحسن. راشد اللي ما بكرهش بني ادم في الدنيا زي ما بكرهه. طب عادي عادي، اهدي بس اهدي. دلوقتي انت بتتكلمي عن شخصيه تانية خالص. عسليه البنت الغلبانه الفقيره اللي ما فيش في ايديها حيله دي انتهت خلاص، ما عادش في منها. اللي موجود دلوقتي داليا نور، اغنى ست في مصر. يا ريت نفهم الفرق ونتعامل على اساسه. تعال تعال، ازقك في ميه؟ يا ريت. صدقت هربت منكو. عايز تقتلني؟ عسلية، انت ايه اللي جابك هنا؟ انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين مني انا كل اللي عايزه اعيش مع ابني من غير شركو. شر مين؟ ابنك. راشد وفتون فين يا عسلية؟ انت هتبسل يا علي؟ ما انت عارف ان انا اتفشت منه بعد ما قتل الحسن. وبعدين انت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ انا ما اعرفش اي حاجه عنكم. من يوم ما دخلت السجن لا اعرف عنك حاجه، ولا فتون ولا راشد هما فين يا عسلية؟ فين؟ امال انت جيت هنا ازاي لو مش هما اللي بعتينك؟ بعتوك ليه يا علي؟ عشان تقتلني؟ مش هما. امال مين؟ مين يا علي اللي بعتك هنا؟ انت بقيت قتال قتلة؟ ما ترد. جيت هنا عايز اقتل واحدة اسمها داليا. مين داليا دي يا عسلية؟ مين ده اللي عايز يقتل داليا؟ أنا. أنت بقيت قتال قتلة؟ عادي كده؟ مين اللي بعتك تقتلها؟ بس دي أختك. أيوة بقيت قتال قتلة. بعتني واحد اسمه سامع. فتون وراشد فين يا عسلية؟ مراتي فين؟ عسلية، مراتي فين؟ فتون فين يا عسلية؟ راشد وفتون فين يا عسلية؟ Thank you.
بطايقهم. مين العادل ده؟ ما هو راشد مسمي نفسه عادل. علي لو سمحت قول لهم بقى يبعدوا عن حياتي، ولو عايزين اي فلوس مليون اتنين عشرة انا هديهم، يبعدوا عني. ايوه مختار. ايه مالك في ايه؟ علي، علي كان عايز يقتل، كان هيذبحني وانا نايمه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ علي مين؟ يقتلك؟ علي جوز فتون اختي اللي كان في السجن، سامح بعته عشان يقتلني. سامح؟ عليز هو سامح يعرف علي منين؟ انا ما اعرفش اللي وصل علي لسامح ابن مراد. الناس دي مش هتسيبني في حالي يا مختار، انا عارفه انهم مش هيسيبوني في حالي انا وابني، انا مرعوبه. طيب هو عندك؟ لا عندي ايه بس، ما مشيش غير مديته بطاقه فتون وراشد. طيب انا بغير هدومي اهو ومسافه السكه وهكون عندك. خليكي مع شاهين وخلي فردوس جنبكم. في واحد اسمه الصاوي، الراجل ده في طريق الصف، هديك رقمه تكلمه وتروح له وتتفق معاه على 10 رجاله بأي تمن يا عطو، بأي تمن. أوامر. جرى يا راشد؟ ايه؟ انت اتخبطت في دماغك؟ الرجاله دول هتعمل بيهم ايه؟ اخطف. ايه؟ تخطف مين؟ يا نسبتي السودة، هو انت فاكر عسلية دي هي عسلية بتاعت زمان؟ لا يا اخويا اصحى، دي بقت هاني وشركات، دي ساكنة عند الناس الكبارات قوي. انت اتجننت؟ ما تتجننش يا راشد، ما تتجننش وتضيعنا. كلام ده صح، اديني يومين اشمشم لك وافهم اللي حواليها. جرايه يا جدعان في ايه؟ وانا جايب عقارة في وشها؟ ده انا هقعد اتكلم معاها. يا عم هي عبرتنا لما رحنا لها الشركة دي ولا بصت في وشنا؟ عشان كنا في الشركة وحوالينا ناس وهلمة، انما لما اجيبها هنا ونقعد لوحدينا وافهمها ان انا بحبها واقول لها ان انا مسامحها على غلطه جوازها تقوم هي كمان مسامحاني على غلطه الحسن، مش كده ولا ايه يا فتون؟ غلطه قصاد غلطه. هي ايه حكايه الحسن ده؟ انا معرفهاش. الباشا بيتكلم. حوار كده حكايات بعدين. الو، عايزك يا فتون. ايوه يا فخامه، عايزك يا فتون دلوقتي. والنبي كان على عيني، بس لا مؤاخذة يعني، اصل انا وراشد في موضوع كده ومشكلة ومش هقدر امشي. انا قاعد بشرب وفاضل في الازازة شوية صغيرين، على ما اخلصهم تكوني هنا. طيب يا اخوي. حاضر بالسلامة. انت مع السلامة. في ايه؟ سكران وبيزعق وعايزنا نروح. تروحي فين يا ولية؟ انا مش قلنا بقى نبطل الشغل القرف ده. استقبلتي؟ بقول لك ايه، ما اقدرش اقول لا يا اخوي، ده عارف اولنا واخرنا واحنا فين وبنعمل ايه وهنعمل ايه. يوه جرى ايه يا راشد؟ في ايه؟ ده هي ساعه زمن يا اخويا، هروح وارجع، وبعدين ما انا قايله لك على كل حاجه، انت هتستهبل. شوفي عشر رجاله باي سعر، ما تفصلش معايا. اوامر. انت مصدقه ان اللي حصل ده ممكن يكون صدفه؟ والله انا بقيت بصدق اي حاجه. علي ما كانش جاي يقتل عسليه، علي كان جاي يقتل داليا. عارف يعني ايه داليا؟ ده انا كان بيني وبين الموت ثانيه،
سامح وهاني يعملوا كده؟ غريبه. علي قال لي ان هما دفعوا له فلوس كتير قوي عشان يقتلني. هيستفيدوا ايه بس لما يخلصوا منك يعني؟ الشركه خلاص مش هتبقى بتاعتهم. عشان ينتقموا مني، ده كفايه ليهم. انا مش عارفه ليه سبت شاهين لوحده جوه. هقوم اجيبه يقعد بينا هنا. ليه بس كده خليه؟ انت مش سايباه مع فردوس؟ خايفه من ايه؟ لا ولو، انا بقيت بخاف. كلها ساعتين ثلاثه والامن هيجي ومش هيبقى في اي حاجه تخافي منها. طب خليه جنبي يا مختار لغايه النور ما يطلع. حاضر. عاملك قهوه؟ اشرب واصحصح شويه. ماشي. يا رب. مقدم صبحي سيف، مكتب مكافحة المخدرات، أنت البواب؟ لا أنا السجورتي اللي هنا، أنا اللي بسكنهم وأخدمهم وأشوف طلباتهم وحلل الرزق. عادل فكر شحاتة ساكن هنا؟ أيوه يا باشا، في الدور الأرض ده. مين ساكن معاه؟ مراته الست فتون. مراته؟ أيوه مراته. ساكنين هنا بقالهم قد إيه؟ تقريبا حوالي 3 سنين. هو عادل باشا ده ليه في المخدرات يا باشا مش كده؟ احنا لسه بنتحرى عنه. والله انا كنت شاكك فيه، والست فتون بتاعته دي ست مش مظبوطه. مش مظبوطه ازاي؟ كانت مرافقه عيل في الشقه ديت اسمه نايل كده عايش مع ابوه لوحده، وتقريبا عادل بيه جوزها ده عارف ومطنش، بيبعتوه بره البحر في اي وقت ويجيبوه في اي وقت، وبقت حاجه مليطه. ده غير الكلام اللي انا بسمعه. اعدام، سجن، قواضي. انت متاكد انهم متجوزين؟ ايوه يا باشا، لما جم يمضوا عقد الشقه مع صاحب العماره انا كنت موجود، وطلعوا عقد جوازهم وانا شفته بعينيا، كان عقد جواز عرفي. انت اسمك ايه؟ سيد يا باشا. روح من هنا يا سيد. حاضر حاضر يا باشا. عارفة تنامي؟ لا. ليه كده؟ خايفة من ساعة ما شفت علي، وانا افتكرت الايام السودة، ايام ما كنت بخاف. ممكن ما تخافيش وانا جنبك؟ مخافش ايه يا مختار، دول دخلوا بيتي النهارده علي، يا ترى بكره هيكون مين؟ ربنا يستر. خلاص بقيت حاسه ان محدش يقدر يحميني، ده انا بقيت بخاف من الناس كلها، حتى انت مختار، بقيت حاسه اني بخاف منك. تخافي مني انا؟ ليه؟ انت بقيت تعرف كل حاجه عني، كل مره بتطلب مني انك تبقى جنبي وانا مش عارفه اعمل ده. خايفة لا يجي يوم انت كمان تنتقم مني. خلاص انا اخرج انام بره لغايه لما الامن يجي. معلش مختار انا اسفه، انا عارفه ان انا بقول اي كلام. انت
تزعلش مني بليز. ولا يهمك. جابوني الدنيا ومالوا ليش تحب تعيش حتى ازاي ومن ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي جابوني الدنيا ومالوا ليش تحب تعيش حتى ازاي ايوه ليش يا فتومة العيال أصلها دول العيال دول ليش يا فتومة أنت سبت قاطي أصلك عالك الشغلات اللي أنت فيها راح ساعة وجاية مش تأخر عنده بقالك سبع ساعات يا فتومة ماشي ذكر ذكر يا ابن عمي ذكر ايه يا علي عبد الله السلام علي عبد الله السلام عرفت مكان ده منين؟ اللي يسأل ما يتوهش فتون فين يا راشد؟ فتون بجيب حاجات للبيت وزمانها جايه عبد الله السلام علي البيت حلو تغيرت يا ابن عمي تغيرت اخترينا وفتوهم ما بعد ملايين يا علي ملايين عملتوا ايه تاني بعتوني بعتني يا راشد يا الكرم عليك يا عم يا الكرم يا عم راشد ده مش بس ابن عمي ده اخويا اتربى على كتافي كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره
راشد يا راشد، مش قلت لك لما اروح للبشعه هتنبسط؟ ده انا جايبه لك حته خبر. راشد سابها الدور على حل شعرها. فتون مراتي وحبيبتي اللي ما فيش زيها. هي برضو هي تستاهل القتل. ما تخافيش، انا مش هعمل كده. عارفه ليه؟ عشان انا بحبك، بحبك بجد. بس انت برضو تستاهلي القتل، تستاهلي. وهو الراجل لما مراته تغلط لازم يربيها. أنا مش هعمل حاجة. تخافيش، تخافيش. سنين السجن شرف اللي مرت، حياة اللي ضيعتيها، ده اللي تمنيته. أنا مش هعمل حاجة، أنا بس أخليكي كل ما هتبصي في المراية تفتكري تندمي على كل ما اتولدتي. كل غرزة في وشك، كل غرزة في وشك اعتبريها من الدين اللي عليكي، ده اللي تمنيته. عامل كده ليه؟ ده دم الوليه؟ انت مجنون؟ انت مشيت في الشارع كده يا علي؟ ايوه مشيت كده. وده دمها ودمه. دمه؟ انت قتلت حد تاني غير الوليه؟ ما ترد عليا. أنا سألت عليها البواب، قال لي إنها مراته. مرات مين؟
معايا طبعا. حاتم انت عملت ايه في شغلانتي امبارح؟ خلصت؟ خلصت وبكده اكون خلصت اللي عليا ومبقاش ليا حد. علي انت رافع كمية لازم تاخد دش وترتاح. ارتاح علي، غير هدومك وارتاح. عايز الهراج دفتون مراتي، الست الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره. عينيا لو دمعت هغزاهم، بس انا صعبان عليا نفسي. اوعى تفكر في اللي بره، اللي بره واسع وكل سالك فيه، لكن هنا دايما. وانت يا ابن الناس مش ناقص خنقه اكتر من اللي انت فيها وزاد. عارف يا انسي، لما قتلت الراجل ده حسيت اني استريحت، حسيت اني خدت بداري. عايز اقتل الناس كلها. انا بس اخليكي كل ما هتبصي في المرايه Thank you.
بتاع التلبيس راشد علي هو اللي قتل راشد. علي علي سويت انا تسويت انا تسويت وخلاص. علي علي قتل راشد قتل قتل وخلاص. وانا تسويت انا تسويت. بعدين بقى دي رابع نسخه من العقد وبرضه وزاره الاسكان عاوزه تعديلات. طب وبعدين يا استاذ عبد الحميد اللي بيحصل ده مش شغل، لازم مدام داليا تتدخل في التعديلات دي. يا سعد ما هي مدام داليا قافله تليفونها ومختار ما بيردش عليا، انا مش عارف اعمل ايه. العقود دي كان المفروض تتمضي من يومين وشيكات المرتبات متعطله. طيب يا استاذ عبد الحميد وبعدين؟ مش عارف مش عارف. الله يرحمك يا مراد، ربنا يستر يا سعد ربنا يستر. ارجع 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 زي النغمان ارجع. ماشي ارجع انت ورا في الحته اللي ورا دي، مش عايز حد عينيكوا صاحيه. اه ايه الاخبار؟ سعاده الباشا كله تمام يا باشا، عملت زي ما حضرتك امرت. اتنين في ظهر الفيلا من ورا غير الثلاثه اللي موجودين هنا في الجنينه، في واحد هنا برضو في الطرف الرابع غير الثلاثه اللي ورا في ظهر الفيلا. كويس جدا. هم دول كل الناس اللي معاك؟ اه يا باشا هم دول اللي انا جبتهم. طب معلش هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز أأمن كل الشبابيك اللي في الدور الأرضي اللي هنا دي. تحت أمرك يا باشا. ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا أكتر، ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني. فكرة الكاميرات مش وحشة. متشكر. كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا تحت أمرك. باشا. ها؟ هو في خطر على حياة مدام داليا؟ لا احنا بس شفنا حد في الجنينة افتكرنا إنه ممكن يبقى حرامي فقلنا نأمن نفسنا. ماشي يا باشا تحت امرك يا باشا. ماشي ارجع يا ابني اعمل السور يا ابني ارجع عينك مفتحه. صباح الخير. صباح النور يا مختار. ها نمتي كويس؟ لا ما عرفتش انام طبعا. برضو حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش انا تعبت معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجه، بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركه وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا ما تتحركيش، لو حصل اي حاجه كلمني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل ايه؟ الصوت ده؟ مش رايحه فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست بس هينفع. خش جوه. احمد ايوه بس تعالى نشوف ده مين. تعالى بس جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبه لازم اقابل الست. مش هينفع تقابل المدام، المدام نايمه ولازم اكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوه بتاع بولا. ايه في ايه؟ يا باشا عايز اقابل الست مش عايزين يدخلوني. انت مين وعايز ايه؟ يا باشا في مصيبه، اختها في المستشفى بين الحياه والموت ولازم تشوفها. وانما مدام قولي قولي العسليه ان انا عايز اقابل. ايه ده؟ عسليه؟ عسليه؟ عسليه عايز اقول لك حاجه. عسليه سيبوني اكلم عسليه اقول لها حاجه. طيب في ايه يا عطوة؟ علي علي قتل راشد وشوه وش في تون وهرب. انت جبت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايز اروح لها. مش هتروح في حته دلوقتي خالص، لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعال تعال. حاضر يا باشا. انت قلت لي انت مين؟ انا عطوة الحلاق من بولاق، جاره من زمان. وايه اللي حصل؟ هي هي وشها اتشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والامنا ما قبضوا عليها على السلم، وقعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر يا باشا. نفهم بس. اتفضل. حاضر يا باشا. عايز بس اسالها دكتور عن اللي حصل لها. ما ينفعش خالص يا فندم دلوقتي، عندها صدمه عصبيه.
عموما ناديتها منوم قوي، لازم بس نستنى شويه على ما تهدى وتنسى اللي حصل لها. طب هي ما قالتش اي حاجه جديده؟ لا خالص، كل اللي على لسانها ان اللي عمل كده واحد اسمه علي، الراجل ده تقريبا كده جوزها. ماشي يا دكتور، شكرا. يلا يا ابني خليك انت. ماشي. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. أنا مش فاهمة بتقول إيه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا، مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا أنا مش فاهمة بتتكلمي على إيه خالص. أنا جايلك بالرسالة النهاردة من هاني وسامح. عارفة إنكوا عملتوا لي جميلة مش هنساها لكم عمري. أنا النهاردة خلصت من أكتر واحد بكرهه في حياتي، اسمه راشد. أنا مش فاهمة تتكلمي على إيه. مش مهم، مش مهم تفهمي. أنا جاي النهاردة أعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش تحطهم لي في حسابك في البنك، نسيب لك الفيلا دي كلها فوق. 100 مليون حلوين، بتوع إيه دول؟ مقابل الشركة. تصدقي ان انا فعلا كنت عايزه تنزلكوا عن الشركه بعد ما مراد مات، بس لما افتكرت اللي كان بيقولهولي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسالوا عليه وكان زعلان منهم قوي. اما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر، شاعر في انانيتك وشرك. وانت مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ ارجع الحق لاصحابه. طب بص ما اقولك، انا جاي عليا وقت كنت متصاحبه على حربايه، حربايه من اللي بتلونوا دول. عارفه علمتني ايه؟ ساليني ايه؟ ايه؟ علمتني ازاي اتعامل مع الاشكال اللي زيك. اطلعي بره. استني، من بكره المحامي بتاعي هيطالب بحق في الميراث. ايوه يا سامح، انا لسه خارجه من عندها حالا، كل حاجه باظت. عرفت ان احنا اجرنا حد عشان يقتلها، طلعت تعرفه؟ معرفش. بقول لك معرفش، وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي احنا عملناه. لا 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 انساني، ام اوت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انتوا الاثنين قاعدين بره وسايبيني انا في وش المدفع، وبعدين في الاول في الاخر مش هاخد حاجه من اخويا الله يرحمه، ومش عايزه ادخل في مشاكل انا مش قدها. اوكي يلا باي. ايهاب، انت مش متخيل انا ازعجت قد ايه من اللي حصل لفتون. الحقيقة أنا ما عرفتش التفاصيل. أنا كل اللي عرفته إن راشد اتقتل وإن هي اتصابت جامد. بنت اتكلمت. أنا بنفسي بعت حد يسأل عليها. ياه، هل الدرجة دي حضرتك مهتم بالبنت اللي اسمها فتون دي؟ عجباني قوي يا إيهاب. كانت عجباني قوي. وبصراحة بقى انبسطت قوي لما وشها بس هو اللي باظ. بس جسمها زي ما هو. ما تدوقيني يا ماما. هوامي يا ماما. رايحة فين؟ مالكش دعوة. رايحة فين؟ اهدي يا ماما. اهدي بس. هوامي يا ماما. قولي لي عايزة اهدي، اهدي عشان نطمن على الجروح اللي في وشك. اهدي. داريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. اهدي بقى، اهدي بقى. مش قادرة. ازيك دلوقتي يا فتون؟
سمعني كويس؟ زي الفل، سمعاك وكله تمام. هو عادل جوزك اللي عمل فيكي كده؟ أنا جوزي ما اسموش عادل، أنا جوزي اسمه روي. أجدع فتوة فيك يا بني علي روي. أمال عادل فكري اللي اتقتل ده يقرب لك إيه؟ قلت ما اسموش عادل. يبقى جوز أختي عسلية، بس هي بقى سابته وهربت. مين اللي قتل عادل يا فتوة؟ اسمه راشد. راشد الباشا بقى ضرب له بطاقة. اصل هو قتل الونش لما علي جوزي دخل السجن، بس انا هصالحه. اصل علي ده حبيبي، انا هو بنحب بعض طول العمر او النعمه. لا هو يقدر يستغنى عني ولا انا اقدر استغنى عنه ابدا. اهدي اهدي، اعتقد انها مش عارفه هي بتقول ايه اصلا. هو حضرتك مين؟ انت تعرفيها؟ اعرفها، كانت بتشتغل عندي خدامه. غريبة قوي حسيتها أول ما شفتها يا مختار. أول حاجة جت في دماغي إنه ربنا انتقمني منها، وأكتر حاجة رعبتني إن أنا كنت مبسوطة إن أنا شايفاها بالمنظر ده، بس في نفس الوقت كان قلبي بيوجعني على أختي الكبيرة وما كنتش عايزة أشوفها بالمنظر ده. تعرف إن أنا وفتون كنا شبه بعض، بس دلوقتي خلاص. معلش، الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها دي صعبة. ناس كتير زي اختك مش عارفين، ويغلطوا كل غلطة والتانية، يتحاسبوا عليها ويتعوروا. مش قصدي على اللي حصل في وشها طبعا، قصدي على روحها اللي اتحرقت. فتون ما اختارتش اللي حصل لها زيي بالظبط. متهيالي ان احنا اتولدنا في الدنيا دي عشان ننفذ اللي مكتوب لنا وبس، وكأنه في خط اترسم لنا على الارض عشان نمشي عليه ونوصل وخلاص ويحصل. هو في خط مرسوم لنا على الارض ولازم نمشي عليه، بس كل واحد فينا بيوصل ميدان ولازم يختار، وعشان كده كل واحد فينا بيتحاسب. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ عبد الحميد؟ لو ما كنتش جيت النهارده كنت هجيلك لحد البيت. في عقود مهمة جدا لشركة الأسانسيرات ومصنع رخام لازم تمضيهم. معلش يا أستاذ عبد الحميد، أنا الفترة دي تعبانة ومش مركزة في الشغل، عندي شوية مشاكل. لو في أي قرارات في الشركة مختار هو اللي هيمضي، هو المسؤول من هنا ورايح عن الشركة لغاية ما أخلص المشاكل اللي عندي. تعالى يا أستاذ عبد الحميد. عن إذنك يا دكتور. أنا عايز اجتماع اللجنة الهندسية يكون النهاردة لو سمحت، وكل التفاصيل والملفات بتاعت المناقصة بتاعت البنك تجي. حاضر يا أستاذ مختار. كنا رايحين أشرف في الحسابات اللي في جاهز الورق. هبعتهولك مع صاحبي. شكرا. صباح الخير يا أستاذ مختار. صباح النور. وحشتني. النهاردة اجتماع اللجنة الهندسية، عايز قطع التسويق تكون كاملة. بقول لك وحشتني، ممكن أعرف ما تسألش عليا ليه؟ معلش أصلي مشغول شوية اليومين دول.
الو. الو ازيك؟ الحمد لله. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا قاعد قدام احلى بورتريه رسمته. بورتريه ليا انا؟ ايوه طبعا. امال هيكون ليا جد؟ مش كده يا حبيبي؟ برافو يا روح قلب ماما. طب يا مختار، انا كنت عايزه اقول لك انه عبد الحميد كلمني وكان طالب مني ملفات الضرايب، فلو ينفع يعني. هو انت قابس حرامي يا عم؟ ايه الصوت اللي جنبك ده؟ اه انا داليا. يعني ها داليا انت معاني؟ والنعمة راك. هو انا امك يا سيد؟ يا نهار اسود يا عزلية الحيني يا اختي. ثانية واحدة يا مختار، ثانية واحدة. في البيت سيبها لو سمحت. مالك يا حبيبتي؟ النبي انا عايزة اروح اقابل جوزي، عايزة اروح بوليان. طب معلش يا مختار انا مضطر اقفل دلوقتي. ماشي، مع السلامة. لا مؤاخذة أختي، ممكن تديني العباية السمرة القديمة بتاعتك وطرحتها؟ ما انتي اسم الله ما بقيتيش محتاجاها. أنا بس عايزاها عشان أروح بيها بولان بدل الزفت اللي أنا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي، هنقعد مع بعض أنا وأنتي وشاهين ونتعشى وبعدين هاخدك على بولان. أنا عايزة أروح أشوف علي، عايزة أروح بولان أشوف جوزي. عارفه لو صوتي تاني قدام شاهين انا هسجنك في اوضتك ومش هطلعك منها تاني، فاهمه؟ يا فردوس، فردوس. ايوه يا دمبلي، خير في ايه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا يلا تعالى نطلع اوضتنا. يلا تعالى. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، بس انا مش عايزه شاهين يخاف منك. ولا انا عايزه يخاف مني يا اختي والله. والله العظيم انا بحبه قوي، بس انا بقى ما بحبش علي او النعمه، ما بحبوش. ولا الزفت راجل بحب، ما بحبهمش انا. بصي يا اختي، بصي شوفي وشي، انا مش عايزاه، مش عايزاه يا عسلية والله. انا عايزه اجيب وش تاني. اه يا اختي والنعمه، انا معايا فلوس اساسا، انا مسافه السكه، انا مش هتاخر عليكي خالص. انا عايزه اروح اشتري وش وارجع على طول. تعيطيش يا حبيبتي. انتي مش عايزاني اشتري وش؟ ايوه انتي مش بتحبيني، انتي مش اختي ولا نيله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تعملي فيا كده؟ ماشي عسليه، حاضر. انا اسفه يا فطور اني عرفت علي على مكان. صباح الخير. صباح النور. في حاجة؟ أنا عايزة أتكلم معاك شوية. اتفضلي. مختار أنا، أنا كنت عارفة قبل ما أي حاجة تحصل بيني وبينك إن أنت إنسان لعبي وبتاع ستات ومقضيها يمين وشمال، بس ما كنتش متخيلة أبداً إن اللي بينا ينتهي بالسرعة دي. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده؟ آه ممكن. مختار أنا كل يوم بحاول أقنع نفسي إن إحنا صحاب، لكن ما قدرتش. ممكن لو سمحتي ما نتكلمش في الموضوع ده. ليه يا مختار؟
عشان انا مش عايز ازعلك. ليه؟ هو انت ما كنتش مبسوط وانت معايا؟ كل حاجه انا حتى مش عارفه كان ايه كل حاجه بينا. انا كل اللي انا عارفاه ان انا كنت مبسوطه للاسف. كنت مبسوطه وانا معاك. انا عملت معاك حاجات عمري ما عملتها مع حد تاني. اسمعني، انا عمري ما اتاخرت بره بيتي وشربت وثقت فيه. مروه، اللي حصل ما بيننا ده شيء عادي جدا بيحصل في كل وقت على طول. لا انا مش كول قوي كده زيكم يا مروه. احنا اتنين اعجبنا ببعض زي ناس كتير، قربوا من بعض، انبسطوا شويه وخلاص كل حاجه بيروح لحاله، والله اعلم جايز بيتقابلوا تاني بعدين. ايه بدري يعني بتحس؟ انا ما صدقتش لما قالوا لي ان انت. في ايه؟ مفيش حاجه، غمضي عينك. فتحي. انت ما بتحرمش؟ انت رسمتني كم مره لغايه دلوقتي؟ 11. حلو، عجباني، احلى مني. مش حقيقي، الاصل احلى. وبعدين معاك، احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على ايه؟ اني اقعد احب فيكي كده عمال على بطال لغايه لما تغيري رايك. اختار احنا بجد لازم نتكلم في الموضوع ده. انا بتكلم بجد. انا عارفه انت بتفكر في ايه وحاسه بيك، بس عشان خاطري مختار متخلينيش احس بالذنب ناحيتك. خلاص بسيطه، ما تحسيش بذنب. ما انت بتعمل كده على فكره داليا. اي واحد بيحب واحده بيبقى نفسه يوري لها قد ايه هي مهمه قد ايه هي على باله، علشان يمكن في يوم تحسي بيه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يا ست فطنة عقلي، الواد كده هيموت في ايدك. غوري يا ولية بره. شاهين ملوش ده. غوري لغزك بالسكينة. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ كده الواد هيفطس في ايدك. حميني. غوري يا ولية. حرق اسود. ما تخافش. استرجل ياض وانشف كده. عايزة تقعد تتفرج عليا وانا متشوهة، لكن انا هقتلها، هقتلها، فاهم؟ الو، انا فردوس مالك. ايه؟ ابني. مين؟ ابني. داليا، داليا. ايوه عارف،
أنا فاهم كل حاجة فتون وحاسس بيكي داليا مجرمة موتت مراد صاحب الفيلا دي ضحكت عليه واتجوزته وخدت كل فلوسه دي مكانها في السجن أيوه أنا كان لازم أبلغ عنها بس ما قدرتش علشان بحب الولد ده ومش عايزه يتأذي وأنا متأكد إن أنت كمان بتحبيه أيوه أنا بحبه عايزة إيه؟ أصلك أنت مش فاهم حاجة الولاية دي عبساني هنا عايزة تقعد تتفرج عليا وأنا متشوية أنا عايزة أخرج مال وشك انجزال الأمر دي تعويرة بسيطة هتروح كمان كام يوم وإذا كان على خروجك من هنا ده طلب بسيط بجد أنا هخرجك من هنا إزاي؟ اللي بدفع لكل الحراسة اللي هنا هقول لهم سيبوها تخرج بس سهل جدا يلا يلا عشان تلبسي أحلى فستان عندك هخرجك خروجة تنسي الدنيا بعدها يلا سيب السكينة دي يلا تعالي حبيبي السيد أمير أيوه حبيبي مش هرحمك على اللي عملتيه سامعة مش هرحمك يا فتون ماشي يلا عشان تغيري عشان نخرجك أنا هغير وأرجع لك على طول أنا مستنيكي مشيها من البيت انا اسفه ان انا سبتك معاه خلاص بقى الواد مرعوب كفايه كنت عايزه تقتله يا مختار كنت عايزه تذبح ابني منظور مش كانت هتعمل كده عامه ربنا ستر وهي ادتني الولد كل شيء هيا سعد لا مفيش حاجه الحمد لله موقف سخيف وعدى لا ما اظنش داليا هانم هتيجي الشركه النهارده هكلمك انا هجي لك انا يلا سلام شركه ايه لا انا عايزه اقعد مع ابني مش هنزل الشركه النهارده ماشي لو مش عايزه تروحي بكره كمان ما تروحيش بكره يا ريت استلم كل حاجه واختار في الشركه الفتره دي لغايه ما اعصابي تهدى شويه حاضر بس الموضوع الحمد لله عدى على خير اهو مش محتاجه بقى اعصاب لا محتاج بقول لك انت عايزه تقتل ابني دي مجنونه ماشي معلش يا مختار انا اسفه عايزه اقعد مع ابني لوحدي حاضر لو احتاجتي حاجه كلميني متشكر قوي يا مختار شركة اسمها الاتحاد وهي شركة كبيرة جدا في الخليج وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المربات والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي الشركة دي بقى لها 3 سنين في السوق وفي الفترة القليلة دي قدرت تعمل سمعة هايلة ليها هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا وطالبين تحديد ميعاد معانا فياريت حضرتك تبلغ مدام داليا وتشوف الميعاد اللي يناسبها حاضر بعد 4 أيام يوم الاثنين مثلا بس داليا مش هتكون موجوده
احنا هنقعد معاهم هنشوف شروطهم ايه ونتفق على النقط الرئيسيه الاول وبعد كده نبقى نقولها. بكره يا فندم لجنه الاستلام هتنزل الكومباوند عشان محضر استلام التشطيبات لازم يتملي. ما انا عارف هما يخلصوا بس التقرير والاجراءات تمشي عادي. سلام. ايوه انت فين يعني دلوقتي؟ طيب زي ما اتفقنا هجيلك. سلام. انا لازم امشي. طيب انا عارف ان مدام داليا قدامها شويه على ما تركز مع الشركه ولازم كلنا نرتب نفسنا على كده، بس على الاقل يكون فيهم واحد علشان التوقعات، ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل. حاضر. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا استاذ. استاذ في ايه؟ بكلمك. طب يا عم ماشي. عمر. أنا عايز نقابل صاحبة البيت. أقول لها مين؟ أقول لها محروس. محروس؟ محروس اسكندراني. طب اطلع بره كده يا أحمد. والله اطلع بس بره كده. هنتحرك من هنا غير لما نشوفها. طب اطلع بره. ماشي. اتفضل. طلعنا. اتفضل. ماشي. ماشي. صباح الخير يا فردوس. واحد اسمه محروس الاسكندراني عايز يقابل المدام. شاهين عايز ايه؟ يعني مدام داليا في حد واقف بره عايز يقابل حضرتك بيقول اسمه محروس. مش محروس ايه؟ بيقول اسمه محروس الاسكندراني. قولي لان انا ما اعرفش حد بالاسم ده. حاضر. لا استنى ما ينفعش يمشي. طب اقول لان ايه؟ يا مدام داليا طب اقول لهم ايه طيب؟ يا مدام طب قولي لي طيب في ايه؟ خير؟ هاتي لي جزمتي وشنطتي. حاضر ثواني. وفلوس. طبعا. اهرب اهرب تاني. طب في ايه طيب؟ طمنيني طيب في ايه؟ اهرب ليه؟ انا ده اللي اهرب ليه؟ انا بامان هنا انا تمام. خد بالك على جوه. اقفل عليك كويس قوي. حاضر حاضر. ايوه دالي. ايوه مختار. ايه في ايه؟ ايه؟ الحقني انا في مصيبه. ايه تفهميني بس ايه اللي حصل؟ محروس بره يبي واقف قدام الباب لغايه لما اجي. بسرعه مختار والنبي. مختار باشا افتح يا ابني الباب. خش انت اللي خرجت من جنب شاهين. حاضر. مين؟ مختار. هو ده محروس بتاع اسكندريه السواق؟ اه هو وصل لحد عندي. تفتكر عايز ايه ده؟ بس انا شكلي شغال طاير مش هيعرفني صح؟ مش هيعرفك؟ هو جاي هنا ليه؟ هيبلغ البوليس؟ حتى لو حصل احنا ما عندناش مشاكل. احنا ما عندناش مشاكل احنا ما يهمناش صح؟ صح. خلاص قابله انت. قبله انت بخير. قبله انا بصفتي ايه؟ اعرض عليه فلوس كتير، اديله اي حاجه عايزها. مشيه. ما ينفعش اقبله. قبله بصفتي ايه؟ انا ممكن اقبله لو انت هتبقي قاعده في المقابله. وما تعرضيش عليه فلوس كتير عشان ما يطمعش فينا
وهتتعاملي على انك داليا نور مش الست اللي هو اتجوزها. انسي عسليه دي تماما. ماما داليا نور، انا مش زينب، انا مش عسليه. استر يا رب. عايزه مخدرات، دماغي هتتفرتك. مفيش حاجه، مفيش حاجه، مش كفايه الاكل الصايص اللي بتجيبهولي. علي ما بيحبش الاكل اللي مسبك. انا هطبخ لك، هطبخ لك كل الاكل يا اخويا اللي بتحبه. انما راشد انا مش هطبخ لك حاجه ابدا. انا هجوعك، هخليك تجوع وتموت. انت يا عسليه، يا خدامه، يا واطيه، يا ولاد الكلب، افتحوا يا ولاد الكلب. عايزه اخرج، عايزه اخرج. دخلولي. استنى بره. انت مين وجاي هنا عايز ايه؟ ليه عملت فيا كده؟ ليه يا زينب؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصنا. انا ما اذيتكيش في حاجه، بالعكس انا حبيتك، امنتلك على حياتي وعلى فلوسي. عملت فيا كده ليه يا زينب؟ واضح ان في لبس في الموضوع. من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص. أنا قعدت كتير أقلبها في دماغي، ما لقيتلكيش عذر واحد. تكدبي عليا يا زينب وتخليني أتجوزك وأنت على ذمة راجل تاني، وبعدها تروحي تتجوزي واحد تالت؟ إيه الفجر ده؟ لازم اهرب. كوثر هددتني انه هي كانت هتفضحني. كوثر قتلتيني ليه؟ والله ما كان قصدي اسرقك. انا ساعتها كنت تايهه، ما كنتش عارفه اتصرف، واخدت الشنطه فاكره ان انا هامن نفسي عشان ما نمش تاني في الشارع زي ايام ما جيت لكم. ولما دخلت القطر وفتحت الشنطه ولقيت ان اللي فيها كان كل اللي حيلتك، ذهبك وفلوسك، زعلت قوي من نفسي. انا ما كنتش عايزه اسرقك والله. منك لله.
بعد اللي عملتيه فيا ما بقتش اثق في حد. بقت كل الناس في نظري غشاشين وحراميه وكدابين بسببك. خلاص نتكلم عن المكشوف. الذهب والفلوس اللي خدتهم منك داليا كانوا كام؟ داليا ساعتها كان اسمها زينب. كام؟ هو انت بتسالني ليه يا استاذ؟ انت تديهم لي 2 مليون جنيه. يا محروس انا عايز اعوضك على اللي خدته منك 5 اضعاف. انت في يوم من الايام كنت البني ادم الوحيد اللي عاملني معامله حلوه. انت اتجننت يا انت ولا ايه؟ اوعى اوعى انت سيبه يا مختار سيبه. انا هبلغ عنك البوليس. بلغ البوليس. يلا هات البوليس دلوقتي. الهانم محكوم عليها ب10 سنين في القضية بتاعتي. سرقة وتزوير ونصب. هات البوليس. انت غبي. الست دي اسمها داليا نور. سيدة أعمال كبيرة في البلد. محدش هيصدقك. تليفون واحد هتتحبس. ولا تحقيق ولا قضية ولا نيلة. اعقل وفكر قبل ما تتهور. انت ليك حقك. وهتاخده 2 مليون. 10 مليون يا محروس. انا عارفه ان انا غلطت في حقك وان مفيش حاجه اقدر اعملها عشان اعوضك على اللي انت خسرته. انا متاكده انك بني ادم طيب وفي يوم من الايام كنت بتحبني زي ما انت بتقول. بس ما تخلينيش اذيك تاني يا محروس. هتمضي وصولات امانه بضعف المبلغ عشان نضمن ان انت مش هتتغابى بعد كده. افتحوا يلا نتكلم. عايز اخرج. عايز اخرج. ايه السرير ده؟ انتوا بتعذبوا الناس هنا ولا ايه؟ افتحوا يلا نتكلم. قلت ايه؟ عايز اخرج. أنا الألم والوجع اللي شفته ما يقعدنيش عنه ملايين الدنيا. بس أنا موافق. مش عايز أشوف وشك تاني في حياتي. ربنا ينتقم منك. هفضل أدعي عليك ليل ونهار يا زينب. ربنا ينتقم منك عشان أنا ما عملتلكيش حاجة. ربنا ينتقم منك يا زينب. كده خلاص محروس ده مش هنشوفه تاني. بس برضه يا مختار انت ما قررتوش على اللي قاله على مكاني. ممكن يكون شافك في اي حته يعني. ممكن يكون في مجله في خبر على النت. تركزيش. أو ممكن يكونوا بيراقبوني وعلى أساس ده بيعرفوا أنا فين. لا ما أظنش. بلاش الأوهام. أوهام يا مختار؟ أنت مش شايف اللي بيحصل؟ ما شايف وشايف إنك يعني. ده ليه هاني؟ في واحد عايز يقابل حضرتك بره. اتفضل. مين؟ طارق شاهين جوزها وأبو ابنها. دي واحدة وخليك تاكل. طارق شاهين جوزها وابو ابنها. دي واحده وخليك تقلق. انا ههرب ههرب. هاخد ابني وههرب من البلد. مفيش الكلام ده. كلم الامن يمسكوه وانا هخرج من الباب اللي ورا. مش هيحصل. لا هيحصل. هات الولد فردوس. سيبينا بس. محدش هياخدك مني. سامع؟
مشينا من هنا يا مختار. ابوس رجلك تمشينا من هنا. اعرض عليه فلوس. فلوس ايه؟ ده غني ومش محتاج. مش هيرضى. ممكن تسمعيني؟ لو سمحتي. انت هتنفذي اللي انا بقول لك عليه. انت ما بتفهمش. بقول لك هياخد مني ابني يمكن يقتلني كمان. اسمعي اللي بقول لك عليه لو سمحتي. انت هتخبي شاهين دلوقتي كانه مش موجود في الفيلا لغايه لما اخرج اتفاهم معاه واشوف عايز ايه. وانت امسكي نفسك شويه كده. يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه. قابل مين؟ طارق؟ ايوه. امسكي نفسك. مفيش ضمان. أنا قلت لك قبل كده إن ابني بره أي اتفاق. إحنا اتفقنا إن أنت مش هتقول لها إن أنا بلغك على مكانك. أقول لك إيه؟ أنا متأكد إن اللي أنت بتعمله ده ورا حاجة وسخة. شكلها ضحك عليك أنت كمان. إيه؟ بتحبها؟ لازم تبقى عارف إن البني آدمة دي شطانة. طيب إيه؟ أي حاجة هتقولها أنا عارفها. مفيش لزوم من الكلام ده. احنا عملنا اتفاق. انت هتاخد الولد قصاد ان داليا ما تتأذيش. بس لازم يبقى في ضمان. ضمان كلمتي. مش من مصلحتي ان امي تخش السجن. يا فردوس. تعالي شوفي البيت اشرب ايه. بدك تؤمر. حضرتك تحب تشرب ايه؟ انتي بتشوفي شاهين ابني؟ شاهين؟ اه طبعا بشوفه. طب هو بقى بيتكلم مش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليلة شوية. هو حضرتك بابا؟ طب انت ما كنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار، يا مختار، أنا مختار. اتفقت على إيه؟ اطمني. وافق إنه ما يبلغش عنك. هو وعدني بكده. والتمن يا مختار؟ لا، عشان خاطري لا يا مختار. ابني لا. انت وعدتني انك تقدر تمنعه. عارف بس ما عرفتش. هو رفض. لا يا مختار، حرام عليك. شاهين لا يا مختار. خليني اهرب. اهرب اهرب. اهرب تاني؟ انتوا اللي بتعملوا فيا كده. سفرنا اي بلد بره مصر انا وابني. هتعيشي طول عمرك هربانه يا داليا. دي فرصتك، ما تهربيش تاني. اذا كان على شاهين، ابوه منفعل دلوقتي وراكبه 100 شيطان وعايزين ينتقم منك. بس بعد فتره اوعدك ان انا هتكلم معاه واوصل معاه لاتفاق انك تشوفيه تاني. لا، هسافر بابني في اي حته استخبى فيها. انا عندي فلوس وهعمل كده. ده مش حل. صدقيني. اسمعي اللي انا بقول لك عليه. انت وعدتني يا مختار. يا مختار! يلا ميليا. لا. يلا ميليا. مختار لا. يلا. لا ابني لا. معلش. هتشوفي تاني. روحي. يلا حبيبي. مختار. الله يخطي مختار. طارق نتكلم. ابني مختار. انت مش بني ادم. انت
كان لازم تتذبحي على اللي انت عملتيه. شاهين، انا نفذت اللي احنا اتفقنا عليه. انا مش هبلغ عنها، بس بشرط ما تقربش من ابني تاني. تعالى يا روح ماهو، تعالى تعالى يا ابني، حرام عليكو. اقسم بالله العظيم لو فكرتي بس تقربي من ابني تاني. مفيش داعي للتهديد، احنا اكيد هنتكلم وهنتقابل تاني. شاهين تعالى يا روح ماهو، حرام عليك يا طارق، الولد عايز. حرام عليك، اوعي. حرام عليك يا مختار، سيبني. انا ابن امه مات. لا حرام عليك، ما تقولش كده. سيبني سيبني سيبني، حرام عليك، حرام عليك يا شاهين. شاهين حرام عليكوا، حرام عليكوا، عايز سيبني شاهين. أنا طارق شاهين، باباك. يلا نروح لجدو، يلا. مش هينفع كده يا مختار، المشاريع اللي واقفه دي ومرتبات الناس المتاخره. الست عندها مشكله كبيره، وبيوت الناس المفتوحه من الشركه دي برضه هيحصل فيها مشكله كبيره. واحنا ايه، في سوبر ماركت؟ دي شركه، شركه يا مختار، شركه فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروط جزائيه. ما خلاص يا عم عبد الحميد، كان لازم ده كله يحصل. يعني ايه لازم ده كله يحصل؟ وليه لازم؟ عشان نلاقي حل. طيب خلاص، يبقى تيجي معايا نروح لها البيت النهارده. نروح لها البيت ده ايه؟ بقول لك الست عندها مشكله كبيره، ابنها اتاخد منها، ما بتردش عليها في التليفون. ايوه، يعني نعمل ايه يا مختار؟ نقفل الشركه ونروح؟ اكيد مش هنقفل الشركه، انا هتصرف، هكلمك بالليل هقول لك هنعمل ايه بالظبط. اتفضل. بتشوفه. برضه نزلت المايه بهدومك يا فتون؟ طب والله العظيم لو قلت لمدام داليا على اللي انت بتعمليه، عشان انا تعبت. والنبي يا اختي انا بحب المايه قوي، بس اوعي تقولي لمدام ما اسمهاش داليا، اسمها عسليه. اوعي تقولي لها لحسن تحبسني في الاوضه تاني. وبعدين انجري يا بت، روحي جيبي لي الوزه، العوامه الوزه، وهاتي شاهين يلعب معايا. وزه ايه اللي انت عايزاه؟ وبعدين شاهين مش موجود. يا سلام يا اختي، انتوا مخبينه عني عشان ما يلعبش معايا. لا يا ستي، اطلعي انت بس وانا هحكي لك اللي انت ما تعرفوش. طب يلا اطلعي. هتقولي لي ايه؟ اطلعي يا مجنونه. والنبي اطلعي. استني يا اختي، هاتي ايدك. ايه؟ عزك تكنيله خيبانه. انت اللي قويه، اطلعي. ايه؟ هتحكي لي عن ايه بقى؟ قولي. هحكي لك عن اللي حصل ما بين مدام داليا وابو شاهين. اه، مش ابو شاهين ده يبقى راشد ولا حد تاني؟ اصل الرجاله كتير قوي يا اختي. لا ما يصحش كده يا فتون، عيب الكلام اللي انت بتقوليه. لا يا اختي صح، ما يصحش ده. ايه؟ طب تعالي. انت عارفه انهم دايما يقولوا عليا انا القويه المفتريه اللي مكسره الدنيا. انا ما عملتش ربع اللي عملته عسليه والنعمه الشريفه. ده انا لو قعدت حكيت لك، خدي قول، لو قعدت حكيت لك مش هخلص كلام. تعالي وانا اقول لك كل الحاجات. انا كنت مع عبد الحميد في الشركه، روحت غيرت وجيت، في ورق كتير لازم يتملي. انا عايزه ابني يا مختار. بصي بقى، انا عارف ان انت قويه وشاطره واستحملتي مصايب كتير في حياتك، وكل مرة بتعدي منها بأقل خسائر. بتهيألك أنا اللي قوية ولا حاجة؟ أنا أضعف بني آدم أنت ممكن تشوفها. اللي أنت فيه ده هيعدي، أنا هساعدك.
هنعدي سوا. عسلية. أول مرة تقول لي عسلية. خلاص. اللي فات ده كله هننساه. تعالي نبدأ حياة جديدة أنا وأنتي. نتجوز ونجيب عيال والعيال تكبر. فين يا مختار؟ قلت لك مش هينفع. أنا خايفة أخسرك. أنا كل ما كنت بتجوز الجوازة ما كانتش بتكمل. أنا بقالي كتير بتخانق مع الدنيا. حس إني خلاص خلصت. ما عنديش حاجة أديها لك. كفاية بقى. ما زهقتيش. بطلي تزقيني بعيد عني. وانا طالب ايه؟ انا طالب حاجة جميلة جدا. عايز ابقى جنبك. عايز كل يوم اصحى الاقي وشي قدامي ينور لي يومي وامشي اقول لكل الناس قد ايه انا بحبك. صدقيني يا اختي والنعم يا ستي والله مصدقاكي. والكعبه الشريفه ما عملت حاجه. انا زي الفل اهو ما عملتش اي حاجه. هي ميه كده ليه؟ زي ما انت شايفه كده نطت في البول بهدومها ما لحقتش حتى اجيبها. على اوضتك. عايزه اسالك سؤال بس والنبي. ادخلي على اوضتك يا فتون. انتوا هتتجوزوا امتى؟ يوه. طب انا عايزه اسالك سؤال. اسالي. تعالى بس. البت عسليه دي اتجوزت على راشد ثلاثه وجايبه عيل كمان. انا عارف. عارف يا نهار اسود. تعالي قتل راشد وجابوه عشان شك فيا بس. هي بتعمل فيكوا ايه؟ اوعي تخليها تسمعك بتقول كده. مش هيحصل لك. طيب اسكتي. خلي الحمام يخلص. انا هخش الحمام لوحدي. خش يا اختي. انا يا اختي بحب اطرطش. يلا 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 انا عايز. يلا انا عايزك بقى تقومي تنقي. عايز ايه بقى؟ عايزك تقومي تنقي حاجه حلوه تلبسيها. اعمل بيها ايه دي؟ هوديكي مشوار مفاجاه. وانا اقول لك ما تغيريش. انا هنقي لك طقم على مزاجي. والله انت فاضي. قوم شوف اللي في الحمام دي. يلا يا حبيبتي اخرجي كده كفايه. انا بحب الميه سيبيني. عارفه انك بتحبي الميه. كفايه عليكي كده. يلا يا حبيبتي اخرجي. حاضر. باين عليكي اتجننتي خالص. خلاصي. انا اختك الكبيره احترميني. حاضر. انت اختي الكبيره والعاقله احسن مني كمان. سلام. قولي لي يا حبيبتي. انت عارفه يا اختي انا ليه وشي بغرب كده؟ ليه يا روحي؟ عشان انا عشت بوش واحد. كنت بعمل كل اللي انا عايزاه. لكن انتي عشتي بميت وش. انا احسن منك. ايوه عندك حق. انتي اكبر مني واعقل مني واحسن مني وانا بميت وش. ايوه تحبيني يا عسلية. انت اختي. انت وحشتيني يا اختي. كمان وحشتني يا بولاب. عسلية غني لي ساعات ساعات. قدر حبيبتي تغني ساعات 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 ساعات.
انت وعدتني. وعدتك بايه؟ انك تقنع طارق انه يخليني اشوف ابني شاهين. بس يا داليا انا دلوقتي مركز في حاجه تانية خالص. انت داخله معايا البيت لاول مره، عايزك تنسي بقى كل حاجه وتركزي في الكام ساعه اللي جايين دول، لان هم مهمين جدا بالنسبه لي، واعتقد هيكونوا مهمين جدا بالنسبه لي. مهمين ليه؟ مش فاهم. اشمعنى؟ سيبيلي نفسك بس خالص كده وهتفهمي كل حاجة في وقتها. اتفضلي. حلو بيتك، غريب. ميرسي. أنا اللي عامل شغل. مش رسمة بس يعني. أمال إيه؟ كل حاجة. ده الأتيليه. يا دي ناس عريانة. أعمل إيه بقى؟ كنت بحب أعمل كده. مش باين عليك يعني انه يطلع منك كل ده. تشربي حاجة؟ حاجة صافت. انت ما ردتش على سؤالي. أنا ابتديت أحبك إمتى، صح؟ بصي، أنت ابتديتي تصعبي عليا بعد ما مراد خبطت بالعربية ومثلتي علينا إن أنت مش فاكرة حاجة. قطعتي قلبي ساعتها صحيح. بعد كده ابتديت أرسمك ومن ساعتها أنا مش قادر أبطل. تعرف ان انا كنت واخدة بالي انك حطيتني في دماغك من زمان؟ وده كان شيء يبسطك ساعتها ولا كنت متضايقة؟ مش مسألة يبسطني، كنت واخدة بالي وخلاص. مختار، انت شايفني ست وحشة صح؟ اكيد لا، انت اخر حاجة ممكن تتقال عليك انك وحشة. أنا مش بهرج، أنا بتكلم بجد. وأنا بتكلم بجد، تسألي سؤال زي ده ليه؟ معلومة. إن أنا ماليش غالي، بغدر، بخون. يمكن أذيت ناس بس ما كانش قصدي أذيهم. كنت دايماً بحاول أهرب من الظروف وبس. كنت بنجي نفسي يعني. أكيد ما كانش قصدي أعمل كل ده. عشان كده أنا بقولك أنت واخد عني فكرة وحشة. خلينا في الأفكار الحلوة. أنت هتشرب بدري؟ هنشرب. أنا لا، قلت لك عايزة سوفت درينك. طيب ماشي. ثانية واحدة. أنت بتعمله ده؟ ممكن مناديل؟ ماشي. استني هنا هنا، جيب ده.
مختار انا اسفه، اسفه عشان مش هينفع نتجوز. انت تعرف كل حاجه عني، ده انا كل ورقي مكشوف قدامك، بس ده مش معناه ان انا مش عايزاك قريب مني. دي مش انانيه مني على فكره، انا مش عايزه اخسرك. يا مختار احنا لو اتجوزنا مش هتعرف تثق فيا. انا نفسي نفضل صحاب. انا لما كنت بحكي لك كل الحاجات دي عني عشان كنت بعتبرك حد قريب مني قوي، والصحاب لما بيعرفوا عن بعض الحاجات دي بتعدي، يعني بيسامحوا بعض، ويمكن اقول لك حاجات اكتر وانت صاحبي، بس وانت جوزي هتفضل دايما فاكر ان انا ممكن في يوم من الايام اسيبك واهرب. عمرك ما هتثق فيا. مش انت اللي كنت بتقولي دايما ان انا هقف جنبك واساعدك؟ طب مش انت اللي كنت بتقولي معاكي فلوس اهربي عشان تحس بالامان؟ انا فضلت هنا عشان الامان ده كنت حاساه وانا جنبك. صدقني يا مختار المشكله مش فيك، المشكله اصلا مفيش مشكله. انا كل اللي انا عايزاه ان انا احس ان انا اللي عايزه اقول لا، وانا اللي عايزه اقول اه. خلينا زي ما احنا يا مختار، صحاب. ما تقول حاجة. أنا جمعتكم النهاردة عشان أبلغكم إن شركة مراد الجرح هترجع زي الأول، والشركة هتمشي زي الساعة. طبعا كان مختار وعدني إنه هيوقف معي ويساندني في الموضوع ده، بس من الواضح إنه مش كفاية، عشان كده أنا محتاجة تعاونكم كلكم عشان الموضوع ده يحصل. واللي مش موافق على كلامي ده يقدر يعتذر من دلوقتي. عن إذنكم سعد. ايوه فندم. عايز اعرف كل كبيره وصغيره حصلت في الشركه وانا مش موجوده. اكيد حاضر. استاذ عبد الحميد. فندم. عايز اطلع على كل عقود العملاء. حاضر. أنا سامح. زي ما اتفقنا أنا جاي لك دلوقتي. سلام. وانت طلبت تقابلنا تاني يا مختار علشان تقول نفس الكلام؟ مش رفضت تاخد 25% من اسهم الشركه وعشت لي فيها في دور البطل الشريف وسبتنا ومشيت؟ طلبت تقابلنا تاني ليه يا مختار؟
تقدروا تقولوا يا جماعه ان انا فكرت في الموضوع واكتشفت ان انا مش بالرخص ده. انا ممكن اعمل لكم اللي انتوا عايزينه بس ده هيكلفكم 50% من اسهم الشركه. 50%؟ مش شايف انها نسبه كبيره شويه؟ لا استنى هاني، وهترجع لنا الشركه ليه بقى يا استاذ مختار؟ هي الهانم بعتك ولا ايه؟ انت برضو تعرف عني كده يا سامح. احنا هنروح للمحامي بتاعي هنمضي عقود الشراكه والتنازل، بعدها نص الشركه هيبقى بتاعه. شركه ايه اللي نتنازل لك عنها؟ الشركه مش بتاعتنا اصلا. ما هو لو انتوا عملتوا اللي انا بقوله واتفقنا نص شركه ابوك هترجع لكم تاني. قلنا ايه؟ احنا عملنا انجاز مهم النهارده، معلش انا تعبتكم معايا. بالعكس انا سعيد جدا بالانجاز اللي عملناه النهارده، والحقيقه وجود حضرتك في الشركه والحماسه اللي انت راجع بيها دي، ده مؤثر فينا كلنا. لا ان شاء الله مش هتعدي سنه الا والشركه دي هترجع على رجلها زي الاول ان شاء الله. طب يا فندم، بالنسبه لمؤتمر دبي اللي حضرتك هتحضريه، كان مطلوب 2 يحضروا من مجلس الاداره، مستر مختار، التاني مين؟ لا مختار مش هيبقى موجود معانا، هو استاذ عبد الحميد مع اي مهندس من اللجنه الاستشاريه. خلاص اوكي تمام فندم. ميرسي قوي يا جماعه، تقدروا تتفضلوا. شكرا. كنت فين يا أستاذ؟ بشتغل في الشركة من الصبح لوحدي وسايب الميتنج من أوله. عموما أنا أنجزت كتير من غيرك النهاردة. برافو. مالك؟ هو إيه اللي مالي؟ وبعدين معك يا مختار، بص أنا عارفة إنك متضايق مني، وعارفة كمان إن أنا ممكن أكون عملت حاجة وجعك. خلاص بقى، ما عادش في لزوم من الكلام ده خالص. لا ليه لازم يا مختار؟ أنت لازم تسمعني، أنا خلاص مش عايزة أمثل تاني ولا عايزة أضحك على حد. أنا لما كنت بعمل كده زمان ده من كتر خوفي، كل ما كنت بخاف كنت بهرب، كنت بدور على حتة استخبى فيها، ولما كنت بلاقي الأمان كنت بقعد وردة. حتى هنا يا مختار أنا كنت عايزة أمشي وأنت اللي قعدتني. فاكر كم مرة أنا كنت عايزة أرجع الشركة دي لولاد مراد وأنت تقولي لأ، الشركة دي من حقك، الفلوس دي فلوسك. وانا فكرت في كلامك وفعلا لقيت عندك حق، انا كده تمام، انا داليا نور، شركه وفلوس كل ده بتاعي وانا راضيه. حلو كده، بس في حاجه مهمه قوي لسه ناقصاني، يمكن دي اهم حاجه، اني ارجع ابني. انت استحاله تتخيلي انا عملت ايه عشان تحسي بيا. يا مختار الحب مش عافيه، انا مش عايزه اضحك عليك، ده انا اول مره احس ان انا عارفه اخد قرار. ده بدل ما تفرح لي انت زعلان. أنا مش عايزة أكذب على حد ولا عايزة أكذب عليك، بس أنت كل حاجة في حياتك كذب. مين داليا نور؟ داليا نور دي ملهاش أي وجود، إحنا اللي عملناها، ألفناها زي أي حدوتة، ليها بداية وليها نهاية. أنت فكرتني بحد مرة قال لي زمان إن الدنيا دي مليانة حكايات، الحكايات تشرح القلب وحكايات تحزن، وأنا بقى حظي ما جاش غير على الحاجات اللي تحزن. بس أنا مختار دلوقتي داليا نور،
دلوقتي ممكن يبقى عندي حكايه حلوه. انا عايزه افضل داليا. ما ينفعش تفضلي داليا، انت عسليه، هي دي الحقيقه. انا يمكن اكون وسخ بس انا مش كذاب، وعشان كده لازم اقول لك انا عملت ايه. انا اللي جبت معروس البيت، وانا اللي بعدته عنك، وانا اللي كلمت طارق وعرفته مكانك، وانا اللي بعدته عنك. انا عملت كده يمكن عشان كنت متخيل ان لما بعد الناس دي عنك هتعرفي قد ايه انا بحبك. حب ايه يا مختار؟ ايوه انا كان لازم اعمل كده، كان لازم الحق يرجع لاصحابه. وانا عملت لك ايه؟ عزتك في ايه يا مختار؟ ليه تعمل فيا كده؟ الشركة دي انا مش عايزاه، وانت اللي كنت بتقولي لا. انت فاكره هيفرق معايا الكلام ده؟ ده انا جه عليا ايام كنت بنام في الشارع. انت فاكر كده انك بتنتقم مني؟ انا اكتر حاجه وجعاني ان انا صدقتك مختار. ما تسيبنيش، انت وسخ يا مختار، ما تسيبنيش، انت وسخ يا مختار، وسخ، انت كل حاجة وسخة في الدنيا.